مساء الخير بحلقة جديدة من برنامج 2021. مع العلم انه جمعة الماضي كان مفترض تكون بحلقة طالما صرنا مرة بالاسبوع من بعد ما كنا بفترة رمضان بشكل يومي، ولكن اسبوع الماضي كان نهار خميس عساس كانت ضيفتي النائبة بولا يعقوبيان، ولكن صار في تطورات بالارض واضطريت انه انزل غطي بوقتها بجل الديب وتأجلت هذه المقابلة، وبولا رجعت عملت مقابلة نهار الأحد مع زميلة كارين سلامة، فطبعا ما حيكون في، يعني بفضل أن يكون في فرق شوي بالوقت. اليوم ضيفة ببرنامج 2021 الإعلامي توني خليفة، يلي حقدر أحكي أنه إياه بأكثر من ملف، وتحديدا أنه توني من الأشخاص يلي يعني كيف بيقولوا زدت له سؤال حركش فيه بمحل معين، وهو قادر طبعا انه يقدر توليد يعني الكونفرسيشن بشكل يلي هو بده يوصل فيها ايضا المساج. مش هيك رح اطلب من توني، ما بعرف اذا صار معي على السمع فيو معذبتني فكرتك تعذبني. اذا حدا عنده اي سؤال طبعا بيقدر يبعته هون على الكومنتات لحتى نقدر نسأله إياها للإعلامي توني خليفة. شو يا توني؟ سلامات للكل، قلنا زمان ما رجعنا التقينا حوالي الأسبوعين من آخر قبل آخر حلقة، وآخر حلقة اللي كانت عمليا مع أربع من وجوه الثورة. أيوة هلا عم تسمعني؟ عم تشوفني؟ عم تسمعني ولا لا؟ بس أنا عم شوفك وعم بسمعك. أنا بطول بس بدك طولي بالك علينا أوكي. شوي. أنا بطول. أوكي. كان عم بيقطع. أنا مطولة. هكذي. هاي أول مرة بطلع إنستغرام أنا على فكرة. بكاكول؟ توني. ما بعرف بروح على ال 3G، بروح على 3G افضل من ال انا رحت على على 4G. خليك انت، خليك على الواي فاي اذا بدك، ضلنا انا 4G بنشوف كيف اذا الوضع بضل مش عاطل ولا عاطل ولا كيف، لانه ممكن يكون من عندي ما بعرف. ما بتخيل هالقد في المشكله. توني كيفك اول شيء؟ بس ايه لا صورتك كثير عاطله، اذا بتقدر تروح على 4G بكون تمام، يعني مبرغل كثير، مبرغل كثير الصورة. هات نشوف هلا كيف. هيدا قصة ايه اذا واحد احسن هلا بتصور شوي شوي حيتحسن. ايه قصة بتصور، هيدا قصة الانترنت، وواحد يعمل مقابلات على الانترنت لانه الواي فاي والفور جي منهم ولا بد يعني صراحة. ما يمكن بس كمان لأن يمكن لأني أنا قاعد كمان برا الإنترنت بالبيت صرنا بعاد شوي. توني خليفة يعني كيفك؟ صباح الحمد لله منيحة. هذه صباح الحمد لله لأنه هلأ صرت الواحد بيسأل التاني كيفك، ببلش اليأسين من بداية الحديث، وببلش يا خي مثل هالبلد مثل هالليرة وإلى ما هنالك. بعدك شوي عندك هالتفاؤل ولا كيف؟ ما هي المشكلة، لا هو بصراحة يعني أنا حاسس أنه رايحين على وضع أسوأ للأسف. هاي مشكلة، بس الواحد بضل يراهن أنه خلينا ممكن يتغير شيء، ممكن بكره يتغير شيء، ممكن بعد بكره يتغير شيء، مع انه كل الاجواء بتقول انه ما رح يتغير شيء ورايحين على أسوأ. بس على شو بتعول ساعتها تقول بتقول انه الوضع ممكن يصير؟ لا لا الصوره ما نزبطت توني والصوت هيدا بدنا نحط الصوت هون. ألو ألو يعني بدنا نحكي شوي سياسة، بدنا نحكي شوي إعلام، بدي أحكي شوية قصص مستجدات عم بتصير، القصص الخاصة يلي أيضا بتصير بتصوير الحلقات والبرامج، يعني 25 سنة على الهواء
سواء كافلين بأن يكون في كتير توني لاب اكسبكتد، متوقع أن يكون في كتير تفاصيل وكواليس صارت بهذه الفترات. كمان بحب اتعرف عليها مع توني خليفة، لأنه بتصور الآراء السياسية إلى حد ما بتبين ولا بتكون واضحة بالحلقات أو على تويتر أو بالمواقف اللي بيعملوها. خلينا نشوف، لأنه توني راح بس ما عادش رجع بين عندي. أحمد هنا وين؟ ولا الست هنا الكل بالكل؟ بس خليني أشوف أحمد إذا عندك شي سؤال بتحب تسأله إياه لتوني خليفة، فيل فري، ما في مشكل. مرحبا للكل، عمران وجاني ومحمد وحيدر، ثانك يو فادي وكالين. طلاب الجامعة اللبنانية ليش بدهم يرجعوا؟ مش حرام؟ ولك ممكن الجامعة اللبنانية أنتي كورونا، عم بيقولوا حياخدوا الإجراءات يلي بتروحوا بس على المول، بتروحوا بتتعشوا، بتروحوا بتتغدوا، بتختلطوا بالضيعة، بس ما بتروحوا بتعملوا الفحص. غريب شوي إذا في إجراءات متخذة. أكيد. قولي يا زينة شو بدك تسألين؟ ليس رواد، ما بعرف أنا بتابع القصص، بسأل شو بعد بده من المهنة، شو بيتوقع منها. ايه حطيته هذا محل. انا عندي كمان سؤال لانه كتير ملي. حلقة جديدة مع وزير التربية، اذا ما في شي جديد ينقال واذا ما في شي ينضغط فيه، بالنسبة لي انا يعني مش مسألة واحد يستضيف وزير التربية لهيك فقط، مسألة يستضيف بعرف انا في بعض المواضيع اللي بتستفزني بمحل معين كيف بتصير موضة. يعني ما بدي افوت على التفاصيل لانه اخذ هيك بريك من كل هالنيجاتيفيتي اللي بتنحط على السوشيال ميديا وقلة الاخلاق وقلة التهذيب وكله بيفهم بكله. ايه هاي هي، مش الحال هيك؟ ايه فتت على البيت هيئتك. فتت على البيت. ايه ايه توني كنت عم بقول انه بده واحد يقعد بالانترنت ليمشي الحال. على الراوتر انت السادي. على الراوتر، انا قاعد على الراوتر هلا اذا بدك. مثل ما مقعدين بالبلد على الراوتر، يعني بالبلد مقعدين كلنا على الانتين تبع الانترنت، يعني على الانتين الكبير مقعدين كلنا للاسف. يعني لاحظت هي انا شلته، انا خلص شو بقولوا استسلمت على قصه الواي فاي. توني خليفه كنت عم تقول بمحل انه رايحين على الأسوأ، ولكن بعدك تتامل بشو مفترض بعد الشعب اللبناني يتامل، بحاله بقوته ولا بالمسؤولين؟ لا بس بالعنايه الالهيه. يعني انا باعتباري انسان مؤمن بضل يعني اؤمن بتدخل مثل ما بيقولوا يد الله باللحظه الاخيره، يعني مثل ما كان دائما يتدخل معنا بلبنان. يعني دائما بحس انه ما بيتركنا، يعني باللحظه الاخيره لابد ما يحط ايده ويخلص، لانه اذا بدنا نتكل على الموجود نحن رايحين على كارثه حتميه. لحد هلا الناس بالشارع، الناس عم بتموت، الناس عم تشحد، الناس عم تكفر، وبعدهم لحد هلا عم بيشوف كيف بده يمرق موظف من هون، كيف بده يمرق ويسرقوا مدير من هون، كيف بده يسرق مركز من هون، وكيف بده يسرق يعني. ما بتدل على انه الناس بعد ما شكلت سلطه او شو بيقولوا قوه ضغط حقيقيه بتوجع وبتخوف هدول السياسيين؟ ما فيها تشكل، لانه نحن ببلد الوضع الناس فيه غير قادر انه يشكل. نحن ببلد في عندك قوى امر واقع، عندك قوى الامنيه حاميه للسلطه. يعني انت ابشع شيء تكوني ببلد القوى الامنيه فيه مستعده تعمل كل شيء لتحمي السلطه، يعني لتحمي الوزراء ولا تحمي النواب ولا تحمي الرؤساء ولا تحمي بس الفاسدين. طيب انا ما عم بفهم، انا عم شوف
عم شوف عسكري صار معاشه اليوم 200 دولار، 200 دولار صار معاشه، بيضرب من قلبه، ولك من قلبه عم يضرب، يعني مش عم يضرب لانه وظيفته مقتضي عليه انه يضرب، بيضرب من قلبه، يعني بتشوفيه لاقط الزلمه او البنت بالطريق عم يضربهم من قلبه كانه قاتلين له امه وبيه ايه بس واولاده، توني خيي بدي اقول لك قتل لك شغله. امك وبيك واولادك، هو اللي بعتك يضرب العالم، مش هيدا الزلمه اللي بالشارع اللي جايين تفشوا خلقكم فيه. باماكن اخرى بتشوفيه قاعد على جنب مكتف ايديه غير معني باللي عم بيصير. نحن ما زلنا ببلد خاضع لهي المنظومه، قد ما يعمل الشعب وقد ما يعمل الشارع بدك توصلي لمطرح خلاص في بلوكاج، يعني 5 دقائق بينزل بيستعمل معك القوه، بيستعمل معك العنف، بيحطك ببيتك. نحن انا حضرت الثوره بمصر رشاد، انا عشت الثوره كلها بمصر. قبل مبارك يعني مع مبارك، الثوره على مبارك وبعد مبارك. الثوره نجحت بمصر لسبب واحد بس، انه الجيش اخذ قرار انه يسمع اراده الشعب. بس انسي كان عم مختلفة يحمي دون الناس، غيري، يعني ما كان فينا عم نقارن يحمي، كمان مصر بنظام مصر ما قبل الثورة بنظام لبنان حاليا وما بعد الثورة، انه تختلف بغض الانظمة. النظر انا عم بقول بامريكا بده يغيروا الرئيسة، بده يغيروا النظام، بده الجيش الامريكاني اللي يصطف مع الشعب، انه هل هي دائما مش الحل او يصطف مع الحل الشعب، الامريكي؟ انتبهي انتبهي، انا ما قلت يصطف مع الشعب، يحمي الشعب اللي بالشارع، مش يكون عدوه. مش عم بحكي على الجيش، عم بحكي على المنظومة الأمنية ككل، انه هيدا الشعب اللي بالشارع مش عدوك، هيدا الشعب اللي بالشارع هو انت، انت عليك بس في تحمي عالم، الأمنية بس العامة. توني خلينا بدي ما نقطش شوي بعضنا، لانه بدي شوي نروح بشكل سريع وتعرف تفضلي على تفضلي. النقطه، انه حتى في اتهامات للناس انه بمحل معين انتم على شو عم بتسبوا القوى الامنيه وعم ترموها بالحشرات، مش هي عدوكم، عدوكم هو السياسي وهذا العسكري يلي نحن بنشوفه كمان صحيح هسه صحيح بالسجن كيف عم ممتاز صحيح بيتعرض للسب صحيح. للاخت انا ضد، وللام ولاله والاهانات، وانت يا كلب وانت يا كذا، طب ما هذا انسان كمان في بعض بيقول لك، وبده يعمل ردة فعل بمحل معين، صح؟ انا ضد هيدا اصلا، انا ضد نمد الايد على عسكري، ضد انه ينحكى كلمة بالعاطل على عسكري، انا ضد. بس انا كمان ضد انه المنظومة الحاكمة تستعمل هيدا العسكري كأداة قمع لإرادة الناس، أنا هيدا اللي عم بقوله. يعني تتخيل يعني معي لو أنا ما في ضد، قوة أمنية توني خليفة، شو كان صار بالشارع ب6/6؟ على الرينج؟ ب6/6 ب6/6 نحن عم نحكي ب6/6، أنا ما عم بحكي ايه ب6/6 لأنه أنا ب6/6 كان لي موقف، كان لي موقف متقدم وعملته على الهوى، إنه من دعا إلى 6/6 وشو الأهداف من الدعوة إلى 6/6 وكيف تغيرت عناوين الثورة من عناوين معيشية ومطلبية وبدنا ناكل وبدنا نرد الاموال الى صار بدنا نزع سلاح حزب الله وتنفيذ القرارات الدوليه، كيف تحول هيدا هيك بسحر ساحر، تحولت الثوره من عناوين الى عناوين، كان في هدف واضح من وراها. انا 6/6 شيلي لي على جنب، انا عم بحكي 17 تشرين، انا عم بحكي من اول يوم ب 17 تشرين، رغم ملاحظاتي الكثيره على بعض الوجوه اللي تصدرت ثورة 17 تشرين. في وجوه تصدرت ثورة 17 تشرين، هيدي وجوه شفناها بمعظم الثورات بالعالم العربي كان لها أهداف وأدوار غير دور الشارع، يعني البي والأم والولد وال اثنين والحكيم بالعمل فيهم والميكانيسيان اللي نزلوا على الشارع، هو منهم نازلين ما عندهم أجندات تبع بدنا نعمل وبدنا نغير وبده يصير عندنا حقوق وبده يصير ما بعرف شو، لا لا لا، اليوم وين هيدي صرنا؟ هودي الثوره صرنا محل ما هني كان بدهم ياخذوها للثوره، انا برايي اخذوها. صارت مين هن؟ الثوره مقتصره على وجوه معينه، على ناس معينه، على مجموعات معينه، الناس الحقيقيين اللي نزلوا بالفعل لانه جعانين وبالفعل لانه مظلومين وبالفعل لانه بدهم يغيروا اختفوا من الشارع. اذا بدك عم بينازعوا ببيوتهم، عم بينازعوا ببيوتهم، بس ليش بطلوا هيدا للشارع. عم بسألك ايه، ليش وصلنا لهون؟ لانه في دائما للاسف المثل، في مثل بيقول الفاجر بياكل مال التاجر، الفاجر بياكل مال التاجر، في ناس بتعرف كيف هي تاكل مطالب غيرها،
في ناس اكلت مطالب غيرها، في مجموعات معينه مين ليه قدروا كلام كده؟ ياخذوا الثوره صراحة محل أنا ما هن فاتوا بدهم. ببعض توني فاتوا ببعض، أنا هن وهؤلاء وهؤلاء ولا وهن ولا ما وهؤلاء، انا بالنسبه مين لالي هن فايتين هول يعني ببعضهم، اللي جايين ما انا أكلوا الثورة؟ رشال، ما انا بالنسبه لالي ما عم بقدر فرقهم، ما انا ما عم بقدر فرقهم لسبب سميهم بهني، لاني ما بعرف مين اني، ما بعرف مين اني، هاي المشكله. صرنا مع مجموعات اهدافها ما بقى تشبه اهداف الثوره الحقيقيه، اهداف الثوره الحقيقيه اللي بدنا ناكل. اما انا اللي بيحكوك اياه على السوشيال ميديا والخطابات والشعارات الرنانه، بعد شوي صرنا بحقوق، صرنا بمطالب. ما خي ما خدوا، ما خدوا بالاول الاهم، خذ لقمه عيشك بالاول ورد مصرياتك بالاول وغير النظام الفاسد بالاول، وبعدين تعال طالب بسويسرا وب بنيوزيلندا وبكندا، لاحقين عليهم. ها لما تزبط الدوله بنروح على هذيك المطالب. صرنا غير مطرح، صرنا غير مطرح. هيدي اللي توني خلت شو الناس الحل بالنسبة لإلك؟ اللي ما أنا عندهم مالو على اجمل بيت أساسك انه يسلوا من الساحات. عنده أجد في صحة. توني شو برأيك بالنسبة لإلك النظام لحتى لي ولادك ونحن وأنت نرجع نعيش؟ هل هذا النظام واضح إنه وصل على محل فاشل؟ شو بالنسبة لإلك هو الحل؟ فدرالية، تقسيم، لا علمانية، دولة مدنية، لا ليك راح نظبط تطلع كلنا تقيلة، بالطائف راح تطلع والطبقة، تقيلة، مع اني انا شو؟ مع اني انا كل عمري ضد التقسيم. انا من الناس اللي معروف اني انا مع الانفتاح، بس اليوم انا بقول لك يمكن الفيدرالية هي اهم حل. خي انت هيدا مجتمعك، هيدا فكرك، هيدا مشروعك، هيك انت بتقدر تعيش، هيك بتحب تعيش، تفضل عيش. بس انا عندي غير مشروع وعندي غير فكر وعندي غير نظام. بنعيش كلنا بدولة وحدة، بدولة وحدة، بقانون واحد، يعني برأس واحد، ولكن كل مجموعة من هالبشر اللي هي اليوم تتحكم بمصير هالبلد عبر شوارعها وشارعها، كل مجموعة تعيش مثل ما هي بدها تعيش. امبارح مثلا في بنت نزلت سبحت بشورت بمنطقة، قامت لقيامة في محل ببيع كحول بمنطقة، قامت لقيامة في ناس بينزلوا بالحجاب على البحر بمناطق، بتقوم لقيامه انه شو جاي تعملي انت عندنا هون نازله هيك. طيب ما زال نحن هالقد رافضين بعضنا وعم نكذب على بعضنا انه بنحب بعضنا، وعند الحقيقه بتبين نوايانا. خي كل واحد يروح يعيش حسب ما هو بحب، ضمن بيئته، ضمن مجتمعه، ونحتكم الى قانون واحد والى دستور واحد عام، ونعمل قوانين صغيره لكل منطقه بتعيش فيها. ما زال نحن بس ما خاضعين لحكم مشكلتك انه نحن الاحزاب بمحل معين، ولحكم الطوائف ولحكم المذاهب، وخلصنا بقى قاعدين نضحك على حالنا. ليه كل 20 30 سنه بدنا نعمل حرب، نحط 100,000 شهيد تحت التراب، يعني تنكون خلص خلص. اليوم في عندك فريق عم بيقول لك روحي على الشرق، نحن بدنا نروح على ايران وعلى الصين وعلى ما بعرف وين، فريق اخر بيقول لك لا يا خيي نحن تاريخنا مربوط بالغرب باوروبا بامريكا، ونحن بلد الحضارات وبلد واحده. كيف بدك توفقي بيناتهم؟ ها كيف واحد عم هو معتقد انه هيدا الشرق يعني اللي هو الحل، وواحد بيعتبر حاله خي انا بلا الغرب بموت. طب كيف انت بدك شو بتعتبر توني خليفه؟ انا بعتبر انا للاسف يعني اذا الشرق بده يعملني كوبا وبده يعملني فنزويلا وبده يعملني سوريا وبده يعملني يعني بده يعملني هيدي الانظمه الاقتصاديه، يعني نحن بنفتخر انه نظامنا اقتصادي حر. انا لما بدي يصير نظام اقتصادي موجه ديكتاتوري، انا لما يصير بدي احصل على دولار بدي بلاوي، ولما يصير ينزل سياره تصير اجدد سياره عندك بالبلد موديل يعني بال 2040 اجدد سياره معك هي بال 2020، لانه ما بفوت سيارات وما بفوت تكنولوجيا وتسكر البلد، وبس تنكون نحن نقول انه نحن لا. انا طبعا هي مش هيدا خياري، مش هيدا خيارنا. نحن كل عمرنا عايشين رغم كل ما مرق على لبنان، ولا مره انهزت صوره لبنان بلد السياحه، بلد الحضاره، بلد التعايش. فيك تعيشي هون وفيك تعيشي هون مثل ما بس بدك. فيك تعيش بلا جيرانك كل والأقرب عمرنا لإلك. عايشين مع جيران،
عم الو، تسمعيني؟ ايه ايه عم بسمعك. اوكي، انا عم بقول لك، ما هلا عم نخسر جيراننا، هلا خسرنا ثلاث ارباع علاقاتنا مع الدول العربيه، وراح نخسر مع الدول الغربيه، وراح نخسر مع الدول الاوروبيه. انه انا تاربح دولتين ثلاثه، يعني تاربح الصين واربح سوريا واربح ايران واربح يعني هيدا المحور، بخسر العالم كله؟ لا، انا بحافظ على هو، يعني بحافظ على الايراني صديق، وبحافظ على السوري صديق، وبحافظ على الروسي صديق، وبحافظ على الصيني صديق، بس بحافظ على كل بقية دول بس العالم هول نص العالم أصدقاء. هوني. نعم، اليوم الصين، هول نص العالم اليوم الصين هي اكبر اقتصاد، اكبر تكنولوجيا. يعني انت ما عم تحكي اختلفنا كرنسي، بس ما بدك اختلفنا، بيبقى في تستفيد. نص تاني، بيبقى في نص تاني، ليه بدي ليه اخسر ما نص؟ فيني اخذ ليه ما يدين بحافظ على واعكس على النصين؟ البيت؟ شفنا في البعض بيقول لك نحن شفنا علاقتنا بالغرب وجربنا هذا المسار، يعني انت ليك وين مع، وصلنا، خلينا يعني نجرب مرة ثانية. انا بفهم انه انت مع، لا لا، انت مع روح شرقا. انا علي حاورك توني، لانه هذا اه لا، النقاش ما هو طويل. انتبه، ما هو انتبه، لا لانه التنظير فعلا حلو، في الطرف هو الاخر التنظير برضه حلو. بيقول انا لك اليوم انه ما عم بحكي، نحن انا ما عم جربنا بحكي الغرب. كاعلامي وانت ما عم تحكي كاعلاميه، عم نحكي كمواطنين. انت عم تساليني كرايي كمواطن، كاعلامي بجاوب مثلك، كاعلامي بجاوب مثلك، يعني بجاوب بهاي الدبلوماسيه. انا اليوم عم بحكي كمواطن في ولادي بهالبلد. لا انا اليوم انا ما انا رحت بقبل على الضيف كوبا، في موضوع اخر. انا رحت على كوبا، شفت كيف عايشين بكوبا، ولك شفت كيف عايشين بكوبا، يعني رحنا على هو الدول، يعني بنعرف. معقوله؟ لا، انا يعني انا في احترم ايران، في احترم سوريا، وفي احترم الصين، بس بالمقابل بدون ما اخسر تاريخي، بدون ما اخسر شرياني. يعني نحن شو بيقولوا له هيدا الخلاص، لما يخلق طب ليش احنا ما الولد فينا ضلنا يبقى على معلق اوروبا خلاص، ونحن خلاصنا معلق باوروبا وبامريكا، ما فينا نتخلى عنه. ما الناس اليوم، ما المجتمع اللي عم بيطالب بالاتجاه شرقا، يعني سماحة السيد حسن نصر الله اللي عم بيطالب شرقا. انا لما رحت على ديربر بميشيغان بامريكا، افتكرت حالي بالضاحيه، افتكرت حالي بالضاحيه، كلهم من بيئه المقاومه، كلهم من بيئه حزب الله تحديدا، لانه صور السيد معلقه بمحلاتهم، وكلهم معهم الجنسيات الامريكيه، وفي منهم شركائهم ممكن يكونوا من ديانات نحن بنعتبرها عدو اليوم. طيب ليش انا برات لبنان بدي يكون مسمح لي اعمل البديات بلبنان، بدي اكون انا مقاوم وممانع؟ يعني انا لما بدي احارب امريكا، انا بدعي كل جمهوري يجي على لبنان ويخزق الباسبور الامريكي، ساعتها انا بيقدر يقنعني اني اتخلى عن امريكا. بس انا ما فيي اتخلى عن امريكا، ولما علقت حرب 2006 واجلت الدول الاجنبيه رعاياها من لبنان، كان في 75% من الناس اللي طلعوا بالبواخر وفلوا على امريكا وعلى كندا من الطائفه الشيعيه. يعني انا ما فيك تمنع عني اكسجين امريكا، واكسجين اوروبا، واكسجين كندا، واكسجين كل الدول، ويكون هو اكسجينك. يعني يا بدك تمنعه عن طيب الكل، شو الحل؟ يا ما فينا نمنع. شو انا الحل هيدا اللي عم اذا بقوله، اذا اذا الحل حزب بدنا الله نتفق مع بعضنا والعراقيين انه بدهم نحن بدنا لبنان، الحل انه نحن بدنا لبنان، ما بدنا مصالح دول اخرى. انا بدي مصلحة لبنان وشعبي بلبنان، ما بدي مصلحة، انا عم هي بعمل هذا مصلحة الشعار السعودية، وهذا وانا عم بعمل مصلحة الامريكان، وانا عم بعمل مصلحة السوريين، وانا عم بعمل يا مصلحة طيب. بس مالنا الايرانيين. لحظة شو، بس هذا كلام رائع، بس احنا مالنا بلد عنده مقوماته قبضايته يقدر يختار انا لا بدي هي ولا بدي هيك، ما نضل بلا مجبورين نروح بلا بالدور. يعني بلا، شو حل؟ طب انت فيك تختاري انه انت يكون عندك حلفاء بيساعدوك لتعيشي، بدل ما تختاري انه انت تموتي لتعيشيهم. هين كثير الاختيار، في بس فرق توني كبير بين التيار انا الوطني اختار الحر، صديق. التيار الوطني الحر، خليني اقول نعم، شغله توني، ما يخريش وجزء من تيار الوطن الحر، حزب الله، حركة أمل، بقول لك لا أنا بموت من الجوع، ولا إنه لا، أنت هيدا مش بعتي رأي أول. زياد أسود، ما عليه، هيدا مش رأي زياد أسود، ومش رأي جبران باسيل، ومش رأي ناجي حايك، مش مزبوط. سمعناهم شو قالوا. زياد أسود قال ما فينا نحن ناكل، يعني يكون في خيار البارودة السلاح، سمعناه يعني، وناجي حايك سمعناه، وجبران باسيل سمعناه، يعني كلهم سمعناهم، ما عليه.
معليه معليه، اليوم كله عم بيشتغل لبكره سياسيا، انا ما عم بشتغل سياسيا، انا اخر همي السياسه، اخر همي القوات، واخر همي التيار، واخر همي حزب الله، واخر همي امل، واخر همي الاشتراكي، انا همي وحيد هو لبنان، وبدي اعيش بهالبلد بكرامتي، انا بدي اعيش بهالبلد بمصرياتي وبكرامتي، وكل شيء يكون مأمن لي مثل ما مأمن لكل العالم، اخر همي السياسيين. جربنا بفترة من الفترات مشينا ورا سياسيين ومشينا ورا احزاب وعيطنا وصرخنا وعلقنا مع العالم لانه هو هيك سياسته انا هيك سياسته. اليوم رح اقول لك كلمة علنا، طز فيهم كلهم، طز فيهم كلهم، يروحوا يتضبضبوا، يروحوا يتضبضبوا. اللبناني اليوم بده يعيش، خلصنا بقى، خلصنا. ومش حق عليهم، حق على هالغنم اللي بعدها بتنزل على الارض، بيضربوا ناس وبيقتلوا ناس كرمال زعمائهم وكرمال مذاهبهم وطوايفهم. انا مش شايف بلد مواطن ما بيعني له بلده مثل لبنان. انا ماني شايف واحد لبنان مش موجود بحياته مثل اللبناني. لبنان موجود بحياته حزب الله حسن نصر الله، حركه امل نبيه بري، قوات لبنانيه سمير جعجع، تيار وطني حر ميشيل عون، اشتراكي وليد جملاط، هذا اللي موجود بدمنا. ما حدا موجود بدمه لبنان الا بس بالمظاهره بيحمل لك علم لبناني وبصير يهول فيه بخبرك الخبريه، بس هو من جوا هون. اذا اللي وراه سبل له زعيمه مستعد يفعوا سكين ببطنه. شو هالشعب الكذاب، شو هالشعب الكذاب. نحن لما يصير في عنا حس لبنان والوطن هو بالاول، بصير عنا دوله. هيدا اللي عمل الدول الثانيه. نحن بعدنا نظامنا ولائنا لا زعمائنا. خلص بقى، خلص بقى، حاج نكذب على بعضنا. بس ما لازم نتأمل خير بالقريب العاجل بقصة الشعب والسلطة ولا مبلا؟ ولا مرة تراهني على الشعب، ولا مرة تراهني على الشعب. هودي الموجودين بالشارع كل واحد عنده الأجندة الخاصة فيه. شيوعي عنده الأجندة تبعه، اليساري غير الشيوعي عنده الأجندة الخاصة تبعه، الحزبي عنده الأجندة الخاصة تبعه، كل واحد نازل على الارض عنده الاجنده الخاصه. المعتر، المعتر اللي نازل بالفعل لانه جيعان وبالفعل لانه مذلول ومسروق، نزل اربع خمس ايام وفل قاعد بالبيت. توني خليفه، برايك اليوم في هيدي موجه التوقيفات، وشي بقول لك حريه تعبير وشي بقول لك لا، في شيء زاد عن حقه ما عادش وصلت حريه التعبير. لا، صار انا دائما بقول حريه التعبير، انا بقول دائما حريه التعبير مش معناتها انه هي التطرق للاعراض ولكرامات الاخرين. حريه التعبير عبري عن موقفك السياسي قد ما بدك، بس انا كاني حريه التعبير بدي احكي لك عن مرتك وعن امك وعن عرضك وعن تاريخك، واجي اخر شيء خبر حالي اني انا حريه التعبير. لا يا ابني، مثل ما انت حريه التعبير تقول عني، مثل ما انت عندك حريه التعبير تقول عني عاهر، انا عندي مطلق الحريه كسرك على الطريق لانك قلت عني ايه. يعني فالحريه مثل ما تنطبق هون تنطبق هون. نحن حريه التعبير مش معناتها اهانات من كل الافرقاء، مش من فريق واحد. هيدي خبريه حريه التعبير وبنحتمي وراها. لا، ما يوفزونا، المفروض يكون حتى باوروبا امبارح بفرنسا طلعوا قانون بملاحقه الناس اللي تتطاول على السوشيال ميديا. يعني هاي خبريه الفيديوهات، واحد قاعد ببيته مثلا، هلا عم بقرا عندك تعليق، نزل نار ونازل. خيي ما بتحبها لرشال كرم، بس من وين الك حق، من وين الك حق تتوجه لها بكلمات نابيه من هالنوع؟ اذا راحت رفعت دعوه عليك. ايه يعني بس لك مش لإلك يعني. لا لا، في حدا عندي معلق عليك، انا ما شفتها. ايه، فانا اذا بكره رحنا رفعنا دعوه، اذا رحنا رفعنا دعوه، ايه بصير انه حريه تعبير؟ لا يا ابني، مثل ما انت لك حق عم تقول عني هيك وهيك وهيك، انا لي حق كسرك كمان. يعني يعني اذا هيدي المعادله الواحد بياخذ حقه بايده. توني، يلي قاله جميل السيد بانه اذا اجوا زعران لعندك وسبوا لك امك وبيك قوصوا، انت ما لا يعني لا بتتفهم لا 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 لا، ما هو اللي قال لهم بالاول روحوا على بيوت سياسيين. لا بس هو قال لهم روحوا، بس ما قال لهم هلا هو كمان لواء السيد ما في قال لهم للناس روحوا على بيوت السياسيين الا بيتي. لا لا، هو وضح بالتويت انه مش قصه تروح عند بيت السياسيين وبدك تسب لي امي واختي وبنتي وهن قاعدين وانا لازم ابتسم لك، لا هيدا منا. عم تسمعني؟
انا شفت التعليق اللي انحط بعدين انه هو دعيهم لما راحوا لعنده عمل ردة الفعل، لاني انا ما كنت متابع مظبوط، مشان هيك لا لا، قلت هو لك عم هيدا بيقول انه الكلام. فيك تروح تعتصم، بس انك تروح وتسب الام والاخت والعرض، لا ساعتها انت عم طبعا تتعدى على طبعا، حدود ما لهم الامن. حق، هل انت ما لهم معنا حق. هالدرجه؟ انت بتعرفي انا اختلف مع الوزير بسيط سياسيا، بس انا ما بقبل تنسب امه للوزير بسيط، لانه انا مره لما عملوا علي حمل الكتائب وقت قصه السؤال تبع العميد حمدان للرئيس جميل الله يرحمه، للرئيس بشير جميل، فيقيمولي امي من ابره 200 الف مره، وانا ما الي علاقه. يعني انا السؤال كان بس حدا طلع على السوشيال ميديا وقال اني انا سبيت، وانا مش هيك، هني بيصيروا يمشوا على السوشيال ميديا ورا بعضهم بدون ما حدا يعرف الحقيقه. ما حدا له حق يتطاول على اعراض الناس، ما حدا له حق. حريه التعبير انك انت تقولي انا خيي بدي فيدراليه بالبلد، هي حريه التعبير، ما حدا يجي له حق يحطك بالحبس لانه انت عبرتي عن راي سياسي، بس انا اطلع اقول لك امك واختك وصفتك ويا هيك ويا هيك، وهي حريه تعبير. لا، مثل ما انت عبرت عن رايك انا بحق لي كمان عبر عن رايي، روح لك كسرك. توني خليفة، هل تعتبر اليوم الرئيس مشان عون نختلف معه بالسياسة ولا منوافق معه، ولكن عم بيتعرض لنوع من حملة يعني كأنه بتحسها متركاج عم بيصير لتشويه؟ مثلا هلا طلع بقرار قصة مش حرية تعبير، يعني انه اذا بده يأذوا مقام رئاس جمهورية او رئيس جمهورية بقلة اخلاق له حق انه بده لا يتوقف مثلا صاحب البوست. لا، انا هل ضد، انا ضد مقام عفوا، مين قال له رئيس الجمهوريه انه امه اهم من امه؟ مين خبره هاي الخبريه انه امه هو، لانه رئيس جمهوريه هي اهم من امي انا او من ما ام اي سمعتها مواطن عادي؟ انت انا قلت مثل لما هو بده يوقف شخص لانه سبل له امه، بده يوقف اي شخص لانه بيسبل لي امي او اي ام مواطن، لانه امه مش احسن من اماتنا. لما يمشي هيدا القانون بالبلد انه لما انت تتعرض بالسوق بالاعراض بالكرامات لاي مواطن عادي بتفوت على الحبس، ايه انا مع، بس اذا انت بتتعرض لهذا الوزير او لهالشخصيه السياسيه او لهذا الرئيس بتفوت على الحبس. لا، ما يوخذونا، مين قال لهم انه اماتهم وكراماتهم واعراضهم اهم من اماتنا وكراماتنا واعراضنا؟ ما حدا قال هيك توني، بس في مقامات كمان بلبنان ما في وفي مقامات. معايير. لحظه لحظه، مقامات شو حبيبتي؟ مقامات شو؟ مين قال مقامات؟ رئيس الجمهورية مين منتخبه؟ والنايب مين مجلس منتخبه؟ نيابة مين منتخب مجلس النيابة؟ ناس اوكي، فإذا الناس هن هو كلهم موصفين عند الناس. أي مقامات؟ إنه إذا كان رئيس جمهورية يعني أمه ممنوع تنساب، وأنا كمواطن عادي بيسبوا لي أمي وبيقوموها من قبرها، شو هالحكي؟ مفروض يكون في قانون واضح، أي إساءة للأعراض، أي إساءة للكرامات، أي تجريح، اي شيء يكون في عقوبة بتعاقب صاحبها، ساعتها بينضبط الوضع، غير هيك ما راح ينضبط الوضع. بس انه لا، بقول لك حرية لانه وزير تعبير، ما تسبه. ونحن لبنان الحريات، ولو لا، انت حرية التعبير قمع و ما هي دائما عبر التاريخ، عبر التاريخ بيقولوا حريتك تتوقف عند حريتي. يعني انت حريتك بتتوقف لما تبلش تدق بحريتي. ما لك حق، ما لك حق تسيء لحدا، ما لك حق تحت اي مسمى من المسميات. توني خليفة. رح اسألك عن خمس اشخاص او خمس مش مقامات، خمس قصص بحاجة انك تقول لي شيء ايجابي فيهم وشيء سلبي فيهم، صفة ايجابية وصفة سلبية. اذا بدي اقول، اذا بتعطي ملاحظة سلبية للناس وملاحظة ايجابية للناس، انه يا ناس انتوا اخطأتوا هون وانتوا لازم تعملوا هيك هون. لبقى اشطر الكومنتات. لا، مش عم بقرا كومنت، بس انا فكرت بدك تسمي لي خمس اشخاص. لا لا، الناس، الناس المواطنين وين تنتقدهم؟ تقولوا لهم انتم ما بتلاحقوا قصصكم للاخر، انتم دغري بيوقعوكم بالفخ انا بيرموكم فهمت عليك، بالشيء. عفوا انا لاني فهمت عليك انه بدك لا لا، تسمي لي في خمس الناس، اشخاص قول لك الثورة، وين الزعماء، الايجابي. الحكومة ورئيس الجمهورية، يعني هيك ما عدت لك اياهم. فخلينا نبلش بالناس، شو اوكي، بتعطيهم ملاحظة؟ بالناس، الناس بدك تعرف قيمة حالك. لما مش شيء تبلش تعرف قيمة حالك انك انت منك زلمة هالزعيم، الزعيم هو موظف عندك تاخذ كل حقوقك. والشيء لما الإيجابي، يصير يحس، نعم، والشيء الإيجابي، الإيجابي انه بيوعوا شوي وبيرجعوا بيغيبوا عن الوعي. يعني هاي
ايه يعني لما بيوعى هيك بيوعى بيعمل انتفاضه، بيرجعوا دغري بيعطوه الحبه اللي بيعطوه اياها، بيرجع مثل ما كان، بغيب عن الوعي. تعريف على سيرة هذا الموضوع، اليوم كنا عم نحكي انا وحدا من الزملاء انه يلي عم بيصير من مثلا اليوم صار قصة ميشيل شمعون وقبله اشخاص انه بيتوقفوا على اساس انه هن سبوا رئيس الجمهورية او توجهوا له بفيديو مش مظبوط. كنا عم نحكي انه الناس يعني السلطة شو ذكية انه عم تقدر توقعهم للناس بتفاصيل صغيرة، يعني تسكروا اوتوستراد جونيا، العالم شو عملت عمليا؟ شتمتهم سبتهم اللي على الطريق، خلاص حلوا عنا، صاروا يعني السلطة قدرت فرشت هدول كما لو انه هن على القصص الصغيرة عم بيتحركوا على تفاصيل لهيتهم بهالقصص، ونسيت كل القصص التانية. الناس ما عادش هم بهذا الموضوع، صار اما اذا حدا توقف بيطلع بيعمل بطل، ومن بعدها يلا بنرجع بنوقف حدا، بنعمل نعبي لهم الناس بهذه الطريقة. يعني على فكرة، على فكرة أنا تابعت هذا الموضوع، وأنت بتعرفي أنا من جوا مع الثورة، من جوا مع الثورة، ما في بس حدا مش أنا مع الثورة توني، مش مع وجوه بعض الثورة اللي بتاخذنا إلى أماكن ما بتشبهنا. يعني اليوم شتيمة الرئيس، بغض النظر إذا كنا نحن موافقين على أدائه ولا لا، إذا كنا موافقين على اللي عم بيعمله ولا لا، إذا كان هو عم بيزين بمكيالين ولا لا، إذا كان عامل رئيس لكل لبنان ولا عامل رئيس لفريق معين من لبنان ولا لا. انا اليوم الاساءه للرئيس ما يعني كلاميا ما بتوصلني لمطرح، الا انه بتعطيني صوره لإلي. تفضلي. كمل تعطيك صورة لإلك. الا اذا بتعطيني صوره لإلي بتبري، يعني بتخفف لي من حقي، بتخفف لي من قوتي، من قوتي الثورجية. يعني اوكي بتحولني من مطالب بحقي إلى شتام أزعر توني للأسف. سليم، فهمت عليك من يا ناهية. طب ما كان قبل ما كمل بالسلبي والايجابي، طالما حكينا عن مشرعون، في البعض بيقول انه صحيح النقمة كبيرة على العماد مشرعون، ولكن دغري بنطرح سؤال وبسألك اياه لك، كيف لو كان الرئيس ميشيل سليمان هو اليوم رئيس للجمهورية، هل كنا بوضع أفضل أو لا كنا حنكون بوضع كارثة أكثر لو كان حدا غير مشرعون رئيس للجمهورية؟ في فرق بين حدا غير ميشيل عون او ميشيل سليمان، لانك حددتي ميشيل سليمان. حدا غير ميشيل عون بدك تشوفي مين بده يكون، بدك لا تشوفي لا، مين إذا بده ما بده يكون. يكون رئيس عنده شعبية، يعني نفس الكونسبت إذا بدنا نقول، ما إذا هي كان لا عنده لا، شعبية. الرئيس عنده شعبية، يعني انت عم بتحطي شارع بوش شارع. يعني أوكي اليوم لو ميشيل سليمان هو رئيس، إيه شو كان ما حدا كان بيدافع عنه. يعني ما كنت رح تلاقي شارع رح يطلع يقاف بوش شارع. يعني حتى اذا بتتذكري على الأحسن؟ ايام الرئيس امين لحود، يعني امين لحود الفريق اللي دافع عنه هو فريق من حلفائه، مش فريقه، مش لا لا ناسه. واضح، هو عملوا له وقتها حملة فل واخشي صريحة عنده ايد ايه الرحمة ف ف ولكن انا بقول اذا اليوم ميشيل سليمان رئيس الجمهورية، هل كنا حنكون بوضع افضل ولا اسوأ؟ ما بعرف، وحياتك ما بعرف، والله ما بعرف. انت بتعرفي انه انا ما في خلاف كبير بيني وبين ميشيل سليمان، وخلاف شخصي، يعني مش خلاف لا لا انا سياسي. ما بدي في ايه عم خلاف بقول لك، شخصي، يعني نحن انا عم ماني نحكي بوارد اني امدح بالسياسة. فيه او كذا، ولا بوارد اني سب فيه من منطلق خلافي معه، بس انا عن جد ما بعرف، ما بعرف، طب يعني هل ماني ظلم اليوم قاري. مشرعون ولا لم يظلم؟ هل هي لانه صرنا عم نشوف في البعض بيقول لك لكن يعني انا بيتحمل اللي بقول لك مسؤولية ايه، زيادة عن اللزوم، عم بيحملوا كنا مسؤولية زيادة متفائلين، عن اللزوم. نحن كنا متفائلين اكثر بكثير بوجود العماد عون بالرئاسه، اكثر بكثير. يعني انا كنت ناطر انجازات، يمكن هني كانوا يقولوا الحلم، يعني انه لما يستلم ميشيل عون الرئاسه بلبنان رح يتحقق الحلم والجمهوريه اللي كل العالم تحلم فيها. هون الصدمه الكبيره كانت، هون الصدمه الكبيره. هل يمكن لانه تاخر تاجا، هل يمكن لانه اجا كان صار بظرف، يعني بعمره، بصحته، بجلادته، بمعد، يعني هو تغير كانسان. يعني اجا بوقت كان الى حد ما، يعني الانسان السائر اللي كانت اذا بدك راحت الثوره منه. وميشيل عون طيب بلا ثوره، ميشيل عون بلا ثوره
صار يشبه الباقيين. توني، طالما قلت لي انه اذا ما بدي اروح على ميشيل سليمان، اذا حدا اخر، مين بالنسبه لك لازم هو يكون رئيس جمهوريه المرحله المقبله برايك؟ ما بعرف، ما بعرف والله ما بعرف هالقد للأسف يعني. الصوره عندك ضبابيه ومثلا بقلها. ايه ما بقى عم بنصدق حدا، صار كله عم بيعرف يمثل، صار كله عم بيعرف يمثل ليفرجيكي صورة معينة، لما يوصل على السلطة بشيل عن وجهه بيبين الشخص الثاني اللي انت ما بتعرفيه. للأسف ما بقى نوثق بحدا، كله صار يعرف يمثل ليوصل. اليوم ما بعرف اذا انتبهت بهالنهارين الاجتماعات اللي عم بتصير ببيت الوسط، وسامي فنجي عنده بيهبر وبيهبر عن سعد الحريري، وسعد الحريري عنده بيهبر ولي جبلات. هل بيطمنك هيدا المشهد ولا بتلاقيه انه لا بيطمني تبين انه ايه؟ بيطمني بعض انه عم الاخوه؟ بيلحموا، بيطمني انه عم بيشدشدوا الحبال تبعهم تيحافظوا على حالهم. يعني لبنان عم بيرجعوا يشدشدوا حالهم تيحافظوا على كراسيهم، يعني كله انه شو عملوا لنا؟ والناس وين؟ الثورة الناس وين؟ بعدها ورا البيك وورا الزعيم وورا ال لا الثورة وبعدها عم بقول، وراهم. نعم؟ الثورة يا اختي، ما الثوره ومين بقي بالثوره؟ ما هيدا السؤال. العالم الحقيقي اللي نزلت اول فتره بالثوره قعدت ببيوتها، لانه في ناس تصدرت المشهد واحتكرت هي الثوره، واحتكرت شعارات الثوره، واحتكرت هي تقول انك انت ثوره ولا لا، وانا ثوره ولا لا، واذا انت بحق لك تكون ثوره ولا لا. وللاسف صار في فريق يتزعرن على الناس باسم الثوره. يعني انا في حدا هددني بشخص من الثوره، قال لي نحن مضروبين بتركيا وبدك تردنا على لبنان. قلت له خيي انا ماني وزير خارجيه، كيف بدي ردك على لبنان؟ بعدين عرفت انه هول الشباب رايحين مخزقين باسبوراتهم تيهربوا تهريب على اوروبا، فلما ما قدروا هربوا. بتعرفي شو بيقول لي؟ بيقول لي ما دامك هيك راح فرجيك ربيع الزين شو راح يعمل فيك يا اخو الهيك والهيك والهيك والهيك. ايه علنا، عم بقولها علنا. وربيع الزين صديق، انا بعرفه من وقت الانتخابات بطرابلس. ربيع كان معنا، يعني لما كنت انا نازل على الانتخابات بطرابلس كان ربيع معي، يعني صديق، وكان بيجيب لنا الشباب والصبايا تبع البرامج. يعني في علاقه صداقه مع ربيع. صار في ناس عم بتهددك بربيع الزين لانه هو ازعر ومخالف وبده يتزعرن عليك. نحن ثوار، قال لي نحن خيي شو لك علاقه بالثوار؟ شو لك علاقة بالثورة؟ من وين لوين انت ثورة؟ فصار كل واحد اليوم عم يجي يتخبى ورا هاي الثورة ليعمل اللي بده اياه. ما بتزبط. ولكل للأحزاب الثورات يلي بالعالم صار فيها هيك، كل الثورات بالعالم صار للأحزاب فيها يلي هيك. ركبتها للثورة شو بتقول لهم توني؟ نعم؟ للأحزاب يلي ركبتها للثورة. يا عمي هي المشكلة مش بالأحزاب، والله أنا المشكلة مش بالأحزاب، لأنه هيدا اللي بالحزب، يعني هيدا القواتي والكتائب وامل وحزب الله والاشتراكي، ما هيدا بالنتيجه مواطن لبناني بحق له يثور ويطالب بلقمه عيشه. بس انت ما فيك تثور لصالح حزبك، زال ثور لمصلحتك مش لمصلحه حزبك. انا مش ضد جماعه الاحزاب يكونوا بالثوره، مش ضد، وانا ضد اللي بيقولوا ما بدنا جماعه الاحزاب معنا بالثوره. خي ما انت حزب. لا 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 لا، هي مش هيك، هي بيقولوا لك انه هدول بينزلوا باعاز من الزعيم وبيطلعوا بإعاز من الزعيم. ما سؤال شباب، انا بدي اتوجه لناس اصحابي اللي هن شباب الحزب الشيوعي اللي موجودين اليوم كعنصر اساسي بالثوره. طيب هن حزب ولا لا؟ حزب الشيوعي بلبنان اليوم هو حزب ولا لا؟ صحيح. طيب ليه هو بحق له يكون عم بيثور وعم بيقود الثوره وعم بينظم لأنه الثوره، تغيره ممنوع ينزل على الثوره؟ لانه ما هيدا عنده مشروعه كمان. نعم، لانه ما استلم بحياته السلطه ولا مره، فات لا بالحكومه ولا بالوزاره، له حق. هلا 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 بالفتره القريبه، بالفتره القديمه بلا، شاركوا كلهم، شاركوا عبر ناس مؤيدين او مقربين. بس انا مع يا رشال انه كل لبناني بحق له يثور، كل لبناني من اي فئه كان، من اي طائفه، من اي مذهب، من اي حزب، بس لما ينزل تيثور يثور لمصلحته ولمصلحه بلده مش لمصلحه حزبه. بس هيدا اللي توني خليفة، السلبي والإيجابي بالثورة، شي الإيجابي بالثورة والشي السلبي بالثورة، بتقول لو بحسنوها ولو الإيجابي بالثورة هو إنه الدولة السلطة ما بقى يعني إلى حد ما
ما بقى المواطن مثل اجره مثل ما كانت قبل. يعني صارت شوي انه تعمل حساب انه لا انه هيدا ما بقى يمرق، مع انه بعده عم يمرق ما بيمرق. يعني اكثر من انه قربوا جلسه مجلس الوزراء نهار ليعينوا شخص، يعني انه ما عليه. بس في اشياء ثانيه. بس توني كمان اذا بتسمح لي بقى الموضوع، ماني بموقع قد ايه فعلا انا كتبت تويت على هيدي النقطه، بس مثل ما انت عم تقول بمحل انه بتطلع خبريه ويلا بتبلش تتداولوها على السوشيال ميديا، بس ما بيكون عن جد اذا بدك تيجي تقول حقيقتها. ما بعرف اذا لها، ما بعرف اذا لها خبريه ثانيه. انا عفوا طلع، انا استفسرت على الموضوع. ايه شو طلع لها؟ شيء وقح، خلينا نتفق هي شيء وقح، انه صبا كيف فيكم تعملوا خي تنتبهوا لهالموضوع، تعملوا نهار الثلاثه مش جبار تقربوا. ولكن كمان بمحل ما تركاش اللي صار، وانه هو فيزيائي، انه هو انه سوري شو بقولوا معالج فيزيائي، معالج فيزيائي في فيزيوثيرابي. عنده ماستر باداره الاعمال، الزلمه له سنين بوزاره الاقتصاد، بيتعاطى كل مع مدير عام. انا لو سالت حدا بوثق فيه بالوزاره احكي فيها طيب، هلا ما هو النقاش، ولكن ايضا يعني انا اوكي شو اوكي انه معك حق، معك حق بمكان ما، معك حق انه بتصير الامور انه ايه ما قرب الجلسه مظبوط شيء وقح. انا كتبت عن الموضوع انه شيء وقح، يعني ما يعني ما حلو هالقد الاستفزاز خيي، كنتوا بالاصل حددوها بهذا التوقيت. بس طيب خليني اجي اروح معك على الشيء السلبي للثوره، اذا الشيء الايجابي انه رعبتهم للسياسيين الى حد ما. الشيء السلبي للثوره انه صار كل شخص بده يخالف القانون بده يخالفه باسم الثوره، كل شخص بده يقل ادب على حدا بيقول له باسم الثوره، كل شخص بده يعني هيدي بتصير مش بس بلبنان، وين ما كان صارت باي ثوره بالعالم دائما في ناس موجودين. يعني مين بينزل بيقعد على الطريق 24 ساعه؟ يعني بيبقى في كثير ناس هن اوريدي بالطريق، بيجي بتجي الثوره بتعمل لهم يعني بتضمهم، بيصيروا ضمن هاي الثوره، بيعطوا صوره الى حد ما بشعه عن الثوره. هيدي سلبيات الثوره، هودي الناس اللي هن سلبيات الثورة. الشيء السلبي والإجابة عن الحكومة. اللي قلت له اياه امبارح للرئيس دياب بافتتاحية برنامجي، انه جاي مستعجل هالقد بدك تاخذ السفينة وتسوقها لتخلص لبنان من الغرق، ما فيك تيجي تخبرني لما توصل على نص البحر انك انت ما بتعرف تسبح. يعني ما فيك، يعني بدك انه عارف حالك ما بتعرف تسبح، ليش سقت السفينة؟ وبعدك بتخبرني على اللي سرقوا البلد من 30 سنه، خيي ما هو بنعرفهم. وانت جيت على البلد، جيت استلمت هاي الحكومه لانه هودي في ناس نزلت صارت عليهم وقلت لهم انتم سرقتوا البلد قوموا فلوا، رجعت جبت ناس انت منهم بوجوه تانية وشركتهم معك بالحكم تتخبرني انه انت اليوم ما بتعرف تسبح، لشوفها اذا انت سقت السفينه وما بتعرف تسبح. هل برايك ان قادرين نروح على حكومه افضل توني؟ اكيد اكيد أوكي. لانه ما في قرار سياسي بالموضوع، لانه عندك بعض السياسيين والاحزاب والزعماء بلبنان ما بيتخلوا عن مكاسبهم بالسلطه. طب مش تيعملوا رشال حكومه افضل رشال تيعملوا حظر تجول، ما عملوا تيعملوا حظر تجول، وكنا سيطرنا على الكورونا بثلاث ايام وكان اليوم لبنان نظيف منها، ما عملوا. ليه؟ لانه حظر التجول بيفرض انه السلطة السياسية تصير بايد الجيش اللبناني. ما حدا بلبنان مستعد يتخلى عن سلطته ولو حتى يعطيها للجيش اللبناني. فرفضوا يعملوا حظر تجول كامل، فراحوا الى حظر جزئي بهيدا الموضوع. فتعرفي قدامة مسكين بالسلطة. هل انت مش هيك انا سالتك انه هل كان في امكانيه بوقتها انه نروح على حكومه اخرى من أكيد. افضل ما كانوا هالقد متمسكين؟ اكيد اكيد لبنان مليان، اليوم لبنان مليان مليان بحكومه عسكريه. ما بعرف التجارب مع الحكومات العسكريه شو. انا برايي ما زال فينا بحكومه مدنيه، عندنا طاقات عاليه جدا، طاقات عاليه جدا من اللبنانيين الداخل ولبنانيين الخارج يقدروا يشكلوا حكومات على اعلى مستوى. عندنا لبنانيين عم يتبوأوا اعلى المناصب بدول غربيه من الدول الخمس اذا بدك العظمى بالعالم، ما لنا قادرين نلاقي مين بيقبل فيهم؟ نبيه بري، وليد جملاج، جبران، أيوة. سمير جعجع. ايوه انت قلتيها.
انت لا ما قلتي انا بديك تكون شوي براجماتيك، براجماتيك معي. مظبوط، ما انا هي اللي عم بقوله، ما هي اللي عم بقوله، سلمى حايك وزيرة الثقافة، من في عندك ما هي اللي عم بقوله، تكون ما هذا اللي عم واقعية. بقوله، ما هذا اللي عم بقوله، انه مشكلتنا بلبنان ما بنقبل بالناس اللي هن عندهم يعني امكانات عاليه جدا بس هن غير متزلمين. طيب قلت التزلم لي، قلت لي شيء والتزلف سلبي، اساس الوصول بهذا البلد. قلت لي شيء سلبي عن الحكومة، شيء إيجابي عن الحكومة؟ فيها ستات حلوين توني بشرفك. والله والله، يعني اذا بتشوفيها اول حكومه يمكن بيجي فيها هيك شوي وجوه مقبوله وحلوه. هلا عيب ما فينا نحكي، بس بنصير نقول انه تخيل لو وزير بدل وزيره الاعلام الحاليه كان في وزير اعلام سابق من السابقين مثلا، انه لا شكل ولا منطق ولا كذا، انه خيي هي اقله بتضل بالشكل بعدها افضل من الباقيين. طيب ما بدها تقول شيء ايجابي عن رئيس الجمهوريه اخيرا توني، شيء سلبي وشيء ايجابي؟ أنا بفضل دائما ما أقرب على مقام رئيس الجمهورية، مش خوفا، ولكن أنا دائما نصيحة ولو إذا قال لك نصيحة بكره إنه رئيس أنت الجمهور أنت قول جيت له بشعار بي الكل، كون بي الكل، ما تكون بي فريق معين. حتى بقلب بيته أخذ آراء، يعني أخذ موقف. فأنا مع إنه يكون الرئيس لكل اللبنانيين، للكل. هذا السلبي، الإيجابي الإيجابي انه هيدا الشخص بالذات عنده كاريزما على كثير ناس، على كثير ناس، يعني بيقدر لو كانوا خصومه بيقدر يتفاوض معهم، بيقدر يحكي معهم. توني خليفة، شو بعد في لذة بالعمل بيقدر الإعلامي؟ بيقدر يقنع سمير جعجع انه يرشحه على الرئاسي، يعني ما عليه. طيب طالما قبل ما اروح ارجع الإعلام، في مصطفى بيسألك بدي اعرف ليش ترشحت بطرابلس. هلا انا كنت حاطه سؤال انه ايه؟ مين اللي خذلك بالانتخابات النيابيه؟ لا ما كتوني حدا خليفه خذلني، انا اصلا رحت على منطقه مش منطقتي بالمعنى الجغرافي، وما حدا بيعرفني فيها على الواقع، بيعرفوني على الشاشه. انا رحت بكل بساطه لانه القانون الانتخابي اللي طلع الاخير كان فيه ثغره، انا بعتبرها ثغره، وانا في استاذ مصطفى الحسيني النائب الحالي بيشهد اني انا من الناس اللي قلت له قوم انزال، قوم انزال، لانه كنت انا على ثقه انه انا لو اللائحة اللي أنا نازل فيها لو جابت الحاصل كنت أنا اللي بطلع من النواب، لو بصوت، لأني أنا الماروني بمنطقة سنية، يعني كل الأصوات ايه، بس انت السنية. بتقبل تكون نائب عن الأمة ب 50 صوت و100 صوت و200 صوت ما بتمثل الناس؟ إنه اللي هلأ موجودين بيمثلوا الناس؟ الناس انتخبتهم، انت مين بكون انتخبك 50 و100 و200 أعطيني واحد؟ اعطيني الملايين اللي وزعوها تنتخبوهم الناس، مش تعمل ليش تعمل نايب، لاعمل دولة بامها وابوها، شو هالمسحة هاي؟ في احزاب عافية توجيهات باسماء، في اموال توزعت، اليوم قد ايه مين انت ما نفوت بالشخصي باسماء، في ناس ما بيعرفون اللي انتخبون، ما بيعرفون من اني اللي انتخبون اكيد لان يكون اليوم. عندك انتخاب، بس انت عندك ندم توني انك ترشحت على الانتخابات؟ لا بالعكس، كانت تجربة حلوة كتير، تعرفت فيها كيف المواطن بينتخي، يعني تعرفت كيف كيف بينتخب يجي يقول المواطن؟ لك لا لا انا شو هلا عم بيطالبوا بانتخابات مبكرة، هلا مش هذا طلب الثورة انتخابات مبكرة؟ انا من عندك بقول لهم اذا بيرجع الانتخابات 70 ل 80% من النواب الحاليين بيرجعوا هن ذاتهم على مجلس النواب، لانه اللي قبض من سنه 100 دولار لانه اللي قبض من سنه 100 دولار بيرجع اليوم بيقبض 100 دولار وبينتخب الشخص نفسه، واللي حزبه نزله من سنه تينتخب هاي اللائحه بدون ما يعرف مين هو اللي مرشح عليها، بس لانه مرشح حزبه راح يرجع كمان هالمره يعمل ذات الشيء، تفرق 10% 15% بس مش اكثر. اذا ترشح مرت الجاي توني خليفه للانتخابات النيابيه حسب القانون. اذا هو اذا زيته، القانون اذا هو ذاته ايه، بس بدي اشوف وين. انت مصر انك لكن ما فيها شيء غلط، والله ما فيها شيء غلط،
بس ما في ليش شيء عينك غلط. بتحكي عن النيابة يعني؟ شو لا لا هالرقم؟ مش على شو النيابه، هالشيء؟ بخبرك شغله، انا يعني انا قلت لك كنت عم بحكي مع مدامتي، قلت لها لو طلعت انا تالت نهار كنت يمكن قدمت استقالتي، يعني انا اجباري كل يوم انزل على مجلس النواب واحضر جلسات، بس هي صارت انه تحميسه هيك مثل واحد تجربه، وكنت عارفه انه يعني انا الوحيد اللي عملت صور واللي عملت اعلانات واللي عملت جولات، ما عملت شيء. يعني انا بس حبيت خوض هذه التجربه عن قرب، يعني بركي كيف مش هناك بتصير؟ الناس عرفوا انك عم تتسلى ونازل انه بس التجربة بتزرع بيزنس. انا جبت اصوات اكثر بكثير من اولاد المدينه. ها ليش؟ انا جبت رقم كثير كبير، رغم اني ما بعرف حدا، ورغم انه صوت تفضيلي، مش انه بيمرق لك صوتك يعني انه شطب اسم وحط لك اسمك، يعني عم يعني بينتخبك الك بس، يعني تجيبي هذا الرقم، يعني انا شيء كثير مهم. بس مع هذا كله انا بقول النيابه محرقه للناس اللي مثلنا، يعني للناس اللي عندهم هالمنبر، اللي عندهم هذا الهامش الكبير من الحركه، النيابه محرقه وتضييع وقت. فالا اللي بيحب الشو اوف، يعني اني انا نايب وحاطط نمره ومعي مرافقين وعندي حصانه بس. هي زيتها. توني خليفي سؤال، شو بعد في عندك لذة بالعمل الإعلامي؟ يعني اليوم تلفزيونات صارت بوضع صعب ماديا، الكونتنت ما عاد هالقد أساسي، ما عاد هالقد قادر تجيب عليه معك أشخاص، إنتاجيا ولا مستحيل تطمح لشي كتير. شو بعد عندك لكن لذة؟ هل بتفكر؟ كلذة بدك الحقيقة، لذة كلذة ما بقى فيه كلذة، بس صارت إذا بدك متعودة، يعني خلص الإنسان اتعود على ريتم حياة معين بده يكمل فيه، يعني وبعد هالشايبة مش حرزاني بقى واحد يغير، يعني صار لي 30 سنة تقريبا، رح يصيروا 30، بلشت بال 91، ايه 29 سنة. رح يصيروا 30 سنة بس سوري، تقريبا. مثلا ماجي ماجي فرح، سوري، إلى حد ما جورج قرديه اعتزلوا، بتلاقي إنه خلص أدوا قصتهم للعلا وما بقى في شيء جديد يقدموه، خليني فل أنا وبالبيك تبعي. اليوم توني مظبوط. خليفة شو بعده يعمل بالإعلام؟ لا هني تخبرك شغلي، ماجي لو بعد عم بتلاقي شيء بيشبهها على الشاشات ما فلت، ما هيدا، ما أنا مش عم بسألك شو بعد، شيء جديد وجورج بيقدم. لو بعده عم بيلاقي شيء بيشبهه ما فل، علما انه جورج عمل الكارير تبعه بسرعه كثير كبيره وبفتره قصيره صغيره، بينما نحن اخذت معنا وقت، يعني نحن توصلنا للمحل اللي وصلنا له مرقنا بطلعات وبنزلات ويعني مثل ما بيقول، وانا بحكي عن حالي لاني انا ما تقدم لي شيء على طبق من فضه، يعني انا حفرت بالتراب بايدي وتحرمت بشكل كثير كبير توصلت محل ما وصلت، وانا اشتغلت كل انواع الاعلام، انا مذيع اخبار عملت، مراسل عملت، برامج العاب عملت، برامج فنيه عملت، سياسي اشتغلت، اجتماعي اشتغلت، فن اشتغلت، رياضة اشتغلت، يعني أنا اشتغلت صحافي مكتوب، اشتغلت إذاعة، اشتغلت تلفزيون، اشتغلت فأنا إذا بدك اشتغلت بكل المجالات الإعلامية، ولحد هلأ بقول لك بعد ما عندي الاكتفاء الذاتي، شهرة بقول لك ايش بعد شهرة، وما عاد بدي شهرة خلص، صارت بالعكس صارت عبء، بس بحس إنه دايما عندي طاقة بداخلي، هلأ فجرت الطاقة تبعي برات لبنان للأسف، يعني أنا قمة عطائي عملته بمصر وعملته بالأردن، كنت حابب أعمله ببلدي، يعني أنا بمصر وبالأردن عملت اللي بتصور ما حدا من زملائي قدر يعمله، ليش هالقد؟ لأنه عندي طاقات داخلي كتير كبيرة شو وآمنوا منعك تعملها بلبنان؟ ما أختي بلبنان. أنا امبارح مثلا عم بحكي ضيف سياسي ما بدي اسميه، فيجي يطلع معنا بيقول لي ليك توني انا بفضل اطلع ببرامج او مع اعلاميين سياسيين، ما بحب اطلع ببرامج هيك تبع الاجتماع وفقرات ما بعرف شو، ليه؟ لانه هني اخذين براسهم انه البرستيج بلبنان تطلعي مع مارسيل غانم، البرستيج بلبنان تطلعي مع جورج صليبي، البرستيج بلبنان تطلعي هلا صار مع شو اسمه كوستانيان، البال فهمتي؟ هن بيعتبروا انه هول البرامج هي البرستيج، هن ما بيبرموا على مين بيوصل لهم الفكره تبعهم، هو البرستيج اني انا طلعت ساعه
مع انك يعني كان انا ما الخليج بطلع ربع ساعة. ما سمعتك. أقول مع إنك توني خليفة، هي ما بتعتبرها إنه عملت بلبنان، بلبنان توني خليفي غير توني خليفي برا. انا بقول لك اياها وضميري مرتاح. انت لو بتعرفي انا شو بمصر وانا شو بالاردن وانا شو برات لبنان، بتعرفي اني انا بلبنان عم ضيع وقت. توني. كيف انا اللي اتفقت عمل على برنامج مصر؟ كيف زمن خسرت الاخوان قصة بمصر. مصر؟ نعم، انت كيف عم تشربي، خسرت انا قصة بدي مصر؟ اعزمك ببيت ماينورتي. كيف ايه خسرت قصة مصر؟ كيف تبلش توني خليفة بمصر؟ بالصدفه رحت عملت برنامج فني، كان حوار جريء. فجأة لما بلشت الثورة اقترحت فكرة اسمها برنامج الشعب يريد، كان طالع بعد نزاع هيدي الشعب الشعب يريد يريد إسقاط اسقاط النظام. النظام. وكل شيء امثال جدودنا صدقي بيقولوا لك البرنجي فرجي، كل شيء برنجي فرجي، الكنيسة القريبة ما بتشفي، ايه شوفوني برنجي انه لبناني نفسي، شوفوني لبناني وجاي بدي حاور هونيك، وانا اسم كنت معروف من برات مصر، فتهافتوا علي كلهم وجبت يعني اكبر اسماء وحاورتهم بطريقتي، يعني يعني برامج السياسيه الفورما مش السياسي اللي بتقعدي انت واحد ساعتين دا 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 كل شيء الوقت، جديد عملت لهم. فورما وغيرت ديكورات وكذا، ضرب البرنامج ضرب ضرب يعني. بعده نقلت عملت زمن الاخوان، كانوا استلموا الاخوان المسلمين الحكم بمصر، وهونيك كان كان الابوجي تبعي، حوارت بالدين، حوارت بالاسلام السياسي، حوارت انه تخيلي لبناني مسيحي عم بيحاور بالسياسه بزمن الاخوان من دون ولا غلطه، من دون ولا غلطه. ليه؟ لاني كنت ادرس مزبوط، كنت اعمل فرضي مزبوط، وجبت بفريق اعدادي ناس شباب من الازهر وكذا، يعني اشتغلت على حالي كثير منيح، الحمد لله الحمد لله كسرنا الدنيا. جيت طيب شو على بتروح الاردن، الأمانة إنك ترجع على مصر أو على الأردن هلا تاني؟ المشكلة الوضع كله تغير، يعني الوضع بكل المنطقة تغير. لأنه أنا بعرف إنه مثل كأنه حيربوك بمصر أو في حدا حاطط بلوك عليك لا إنه لا 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 أبدا أبدا، أنا اتحيربت أول ما رحت، يعني أول ما رحت على مصر حسوا إذا بدك أباطرة الحوار المصريين بقنواتهم إنه جاي دجاجة غريبة على الإن عم تلعب عنا وهيئتها رح تاخذ من قدامنا. عملوا علي حملة طويلة عريضة، بس الجمهور تقبلني، يعني الجمهور تقبلني سكتوا، ولا لا ما في أبدا أي إشكالية مع مصر. ما في شيء بيمنع تروح مصر او اردن، ولا في حديث بهذا الاطار؟ لا أنا وتحديدا كان انك عندي هناك هلأ 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 برمضان الماضي إذا مخبرك، يعني أنا كان عندي، أنا عادة البادجت السنوية تبعي بعملها بهودي الشهر، يعني بهيدا الشهر بهول برامج. انا السنه فايت بالحيط لانه كان عندي كونترا بمصر وكونترا بالاردن، وسكروا المطارات واجت الكورونا وطار كل شيء. توني بدي اسالك سؤال وان كان علني، هل صحيح انه باحدى المرات قضيت على شهر رمضان 30 ليله 200,000 دولار؟ انا قضيت عقد سنوي 1,200,000 دولار بما فيهم رمضان. ولما مليون سالوني و200 الف بصراحه دولار ايه مرة، لما سألوني انه هيدا مرتب ما حدا بياخده، قلت لهم هيدا مش مرتب، هيدي جنيتي، لانه بالوقت كنت عم بعمل برنامج بظرف بظل وضع امني كان متفلت جدا وسيء جدا، وكان ممكن كان ممكن اروح على الاستوديو ما ارجع على الـ على 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 الاوتيل. قلت لهم انا ما عم بقبض معاشي، عم بقبض جنيتي، هيدي لمصر عم جنيتي تحكي. بدولة عربية. قلت لهم انا عم بقبض جنيتي، هيدا الرقم ايه اخذته. هلا رقمي انا كثير عالي، بس انا بالمقابل كنت ما عم بشتغل حلقه بالجمعه، كنت عم بشتغل تقريبا بشكل يومي 4 5 حلقات بالجمعه، وبعدين اكتشفت انه هي هيدي الاسعار الموجوده، يعني مثل ما انا كنت اخذ، كان ياخذ مثلا عمرو اديب اكثر بياخذ، وائل الابراشي بياخذ اكثر، لميس الحديدي بتاخذ اكثر، يعني بمصر تحديدا الممثل والرياضي، الممثل والرياضي والاعلامي معيشاتهم كثير عالية. كانت شو قاعدك وشو بعدك كانت قاعد بلبنان؟ قاعد بلبنان لانه ما في شيء اعمله برا. ولو مش قادر تعمل اي فورمات جديد، اي فكرة هلا برنامج؟ ما في شيء، وين هلا طلعي
طلعيني من المطار بالاول وخذي ربع الكونترا. بهربك بهربك على الأردن ايوه عم أنا بقول لك. هلا لا لا بعدين انتبه، مش رقم لاني توني خليفه، هيدي الارقام يتقاضاها يتقاضاها. هلا انا بلبنان هلا في بقبض شيء كمان زيادة مبلغ كمان. مرتب، بس لما كان في قبض إيه كان توصل للنص مليون دولار مزبوط؟ ما بلبنان ما بقدر احكي. تقول لك ليه؟ بغض النظر قد ايه بقبض، لانه ما بدي اسبب اشكاليه لبعض الزملاء، لانه من غير شيء بيحبوني كثير ومغرومين فيي كثير ولا يعني شو يعني وشايفيني مش مصدقين يعني، فخليني مضبضب احسن. يعني بتخيل هلا انا ما كنت بدي افوت فيه للموضوع، بس بتخيل بجزء معين كمان خلافاتك مع كتار، يعني ما بس يعني اكثر من حدا، يعني ما بنلاقيك صديق مع احد من تعرفي الانمي ليه؟ او تعرفي الانميات ليه او راشيل؟ الفنان او الفنانين. تعرفي ليه؟ أنا ما بعرف أكذب. أنا شو ما بعرف الهي كون، توني في أنا ما بقى بعرف انه كون عندك قاعد مزاج معك، وسط؟ أنا ما بعرف كون قاعد معك وبعد ما فل أنا وظاهر على الباب أنشر عرضك على الباب، يعني بعد 3 دقائق من لقائنا، أنا ما بعرف كون هيك، ولما أشوفك أغمرك وبوسك. أنا صديقك تاخذي دميتي لما تعوزيهم، ولما خاصمك بخاصمك بالعلن، أنا ما بعرف خاصم تحت الطاولة. انا ما بعرف بوجهك حبك وبقفاك اذيك، انا بخاصم علنا. كل اليوم بيعرفوا مين اخصامي بالمهنه، وكل العالم بيعرفوا مين اصدقائي بالمهنه. انا علنا فلان خصمي، فلان صديقي، فلان ما بيعني لي، يعني احترام متبادل. بس للاسف انا لاني هيك يمكن اكثر حدا بالوسط ما بي... منه منه محبوب، اكثر حدا بالوسط يعني كتير. انا لا بسهر ولا بجيب هدايا ولا بعرف كذب ولا بعرف ملي ولا بعرف ما عندك الاجتماعيات اللي ذكرك انت بعيد بدك ميلاد اياها. اولادك اللي انت نسيتيه، ما بعرف. انا زلمي زلمي هيك. توني السؤال طالما فتح هذا الموضوع، اليوم ليه ما بنلاقي انه في وجوه جديده شبابيه عم بتقدم برامج؟ يعني بنلاقي نفسه الجيل لكن اللي له 20 سنه. للحقيقة امبارح لفتتني ليال اختيار بحديثها ريتشي مع، على تويتر بس ما عرفت كيف، ما حضرت انا صراحه الحوار انا اللي كان مع ليال. حسيت حالي فيها. هيدا النوع من الحوار اللي هو اول شيء كثير كثير رصيني البنت وحاضرة ذهنيا جدا، بغض النظر عن شكلها انها بنت حلوة ومهضومة. اللي حبيته فيها انه بتعرف تلعب بمنطقة المحظور دون الوقوع بالمحظور، يعني بتلعب بالنار بدون ما تحرق حالها وتحرق ضيفها. اوكي بس هيدي موهبة، هي موهبة ايه، وعندها اياها. بس تقولي بنفس الوقت ليال يعني ما عندها البرنامج، تمرق هلا نهار ايه نهارين، ولكن ما انا اذا شفتها بنقول بالصدفة، برامج السياسية، انا برامج شفتها الاجتماعية، بالصدفة، برامج بينما الفنية، غيرها شو اوف شو اوف، يعني غيرها بيهل كيك انه هو قد ايه بيعرف وانه هو قد ايه واحد حتى شكلا يعني. لا لا هيدي البنت امبارح انا بتوقع لها مستقبل حلو، بتوقع لها مستقبل حلو. ان شاء الله يعرفوا ال انتوا بي سي يستغلوها. ايه مثل ما انت وقتها ما كان بده يعطوك ساعة بقرب الحبيب دخلك، ولا صحيح انا مغلطة؟ لا مظبوط، اخذوه خلقتوها مني لمي عطوه مطر لمادلين طبر، مادلين طبر يا ربي. واخذوا واحد تاني عطوه لطوني بارود. وكيف ترجعت انت اخذته؟ صاحبنا اللي بنطلع لعنده انا وياكي. مر شربل ايوه كيف تساري؟ لا عن جد كيف هيت الله، وسامتس كيف حسيت بتدخله لاني طلعت انا ما كنت مدمر، طلعت لعنده قلت له هيدا حقي، اذا الي يعني اذا راح يكون خير لإلي رد لي اياه، واذا ما راح يكون خير خليه يروح. بالليل هيك ببصر بنومي خوري، اجا ضربني على ظهري من ورا هيك ودفشني قال لي روح الله يوفقك. هيك تاني نهار بدق لي من ال بي سي مثل ما عم خبرك، بدق لي من ال بي سي انه تعالوا بدنا نقعد وما بعرف شو. بيجي بيقولوا لي بدنا ترجع تاخذ ساعة بقرب الحبيب. ليه؟
كان صباح ضيفة مادلين طبر وصباح الله يرحم ترابة، بيصير شيء وبتخرب الحلقة يعني وقتها، وبتقول لهم صباح أنا ما بدي أو شيء من هذا النوع، وصار في إشكالية معينة يعني، ورجعوا قرروا إنه نجيب البرنامج نعطيه لطومي. ومن وقتها أنا بكل برامجي صبوحة أول حلقة. جد بركة يعني انت بالنسبة لإلك. صباح صباح هي وبأبرة بركة، هي وبأبرة بركة. حلو، بس انا حبيت انا التدخل الهي اللي انت ايه حسيت ايه انا فيه دايما يعني. هيك، انا دايما هيك، انا لما اوصل لل يعني لما افقد انا الكنترول على الشيء دغري بلجأ، بلجأ هونيك. مع اني انا مش كثير حدا مؤمن كثير يعني، بروح بصلي بالكنايس وهيك، لا ماني ممارس، ماني ممارس، ولكن عندي علاقة طيب توني مميزة طالع، بي. طالما عم نحكي بهذا، في كم سؤال يلي هن اكثر مره حسيت بتدخل الهي بشغلك؟ كان محطوط سؤال، انا بعرفك قديشك مؤمن، او خلينا نقول اكثر مره، اخر مره حسيت بتدخل من ما شربت ولا غير ما شربت، شو كمان صاير معك؟ ليكي في اشياء كثير، انا يعني انا دائما بطلع بشكي كل همومي وبطلب منه دائما يهديني للصح، لانه نحن ناس معرضين للخطا والخطا المستمر. يعني بتقولي ما بدي غلطي بتغلطي، بتقولي انا ما بدي اخطي تخطي، بتقولي انا ما بدي اظلم حدا باللاوعي تبعك بتظلمي، بتقولي ما بدي اذي حدا بتاذي، مش بايدك يعني، نحن بشر ضعاف مش بإرادتنا. دايما بطلع بجرب اني دايما اطلب منه يكون يكون البوصلة تبعي تما غلط، لاني انا بحياتي غلطت كثير يعني. انسان تغيرت حياته بسرعة كبيرة، من شخص اقل من عادي لشخص صرت على مستوى العالم العربي كله، على مستوى العالم يعني، وين ما في حدا ناطق باللغة العربية كانوا ينطرونا مناطره. يعني نحن ناس عملنا اسمنا، ما عملناه بالصدفه، ما عملته ببرنامج وببرنامجين، جبت فورما اجنبيه ضاربه مكسره الارض قدمتها ونجحت. انا عملت حالي، بنيت حالي حجر حجر يعني، افكاري لإلي كله لإلي. لهالسبب كان دائما ملجأ الايمان، لما تسكر الدنيا بوجهي نهائيا 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 كنت روح صلي، وبالفعل لما صلي وهيك كان يجيني الجواب يريحني يعني، تتغير الامور بس ما في كلها معك. حادثة هلا بدك تستذكرها هلا ما انا بفكرتك جاي على راسي شيء حادثه توني. معين طالما عم تحكي عن قصة الإيمان وإيمان، ما بدي أروح على خلافك مع نيشان لأنه كثير انحكى فيه، وهذا الشيء أنا بالنسبة لي صار أنت وياه ممكن حلوة، ولكن اليوم بثرت الحملة على نيشان بمسألة الأرمن والأتراك وهالحملة اللي صارت، هالتهديد، هل بمحل تعاطفت؟ هل في محل قلت بينك وبين حالك أنه لا هذا الشيء ما لازم يصير، هذا الشيء خطأ انه يصير لا؟ لهالدرجة، تقلك ليه، تقلك تجريح ليه ما شخصي؟ قدرت، تقلك ليه ما قدرت. لسبب بسيط، اني انا لما تعرضت لحملة مرة طلع شخص سعودي عمل فيديو اساء فيه للشعب اللبناني، اساء يعني بالكرامات، طلعت انا رديت عليه على التلفزيون. لما رديت عليه اعتبروها البعض فهموها غلط بالسعودية اني انا عم رد على الشعب السعودي، مع اني انا معروف اني شخص احترم الشعب السعودي وبعرف عندي جمهوري كثير كبير هونيك وبيحبوني مثل ما انا بحبهم. انا كنت عم بقصد هيدا الزلمي بالذات، هني اخذوها لمطرح تاني وصار حمله، اوكي حمله كثير كبيره مثل الحمله اللي صارت امبارح على نيشان واكثر يمكن. ما لقيت حدا من زملائنا ضامن معي، مع اني انا بوقتها كنت عم دافع عن لبنان وعن كل واحد لبناني حكي عنه هيدا الشخص بالعاطف، فكنت عم دافع عن حالي ولا عم دافع عن اثنيتي ولا عن طائفتي ولا عن بلد انا انتمي لإله. بس كحدا مؤمن وكحدا روحاني ايه لا عم بقول لك، بوقتها بوقتها ما حدا ضامن. وانا اليوم بقصه نيشان لفتني كمان، انت بتعرفي نيشان قد ايه عنده اصحاب واصدقاء بالوسط الفني؟ شفتي حدا ضامن معه؟ شفتي حدا زعل ما مثلا رأيي بصراحة. طب بيزعل وبعدين تركيا او بيزعل السعوديه او بيزعل الامارات او بيزعل اي دوله؟ لا، لانه أنا كلهم ما عم هون. بحكي عن التعاطف نو نو نو، العالمي عم بحكي على بينك التضامن.
كله بيعمل حساب، كله بيعمل حساب انا بكره بدي اروح اعمل حفله هونيك، طب اروح الحفله علي، كله بيفكر هيك لهالسبب. بسألك انه بينك وبين حالك شو بدي بالعلن، شو بدي بالكيك؟ لا لا انا انا بصراحه انا ما في تواصل انا وياه، انا خفت عليه، انا خفت يعني انا خفت حدا يعمل له شيء، لانه لانه هيدا الموضوع منه مسحه، منه مسحه، وانا وانا بتابع، تابعت بتركيا شو كان عم بيصير، انا خفت بس يعني انه يعني قلت لحدا من من الاصدقاء انه انا بشيل خلافي على جنب بغض النظر اذا كان هو اللي تصرف صح ولا غلط، انا بخاف عليه يعني بس هالقد هالقد حجمه اني انا بخاف عليه كانسان. توني خليفه، اكثر موضوع بتندم انك تناولته ببرنامجك؟ بتقول شو كان بدي بهالشغله، فوتوني بالحيطان، شو كان بدي بموضوع الفلان فلانتين اي لا لا انا ما حدا بيفوتني بالحيطان لاني انا دائما بقيس الامور، بس اوقات اوقات لا لا بس اوقات بتناول موضوع معين انا بكون شايفه من وجهة نظر معينة، لما لما تمرق الايام بتشوفي انه ممكن كنت غلطاني وممكن تكوني ظلمتي حدا بطريقة. ما بدي ضني بالعموميات. مثلا مثلا انا الموضوع اللي بعده اللي عند حد هلا انا مش لاقي له جواب، ومعتبر انه انه هيدا لازم يكون في له جواب اساسي فانا ارتاح، هو موضوع الطفل سنين ركان. بس هيدا من شي 5 سنين او 4 سنين يعني البي البي بيعتبر اني انا ظلمته وظلمتهم، الخدمه العامله الاثيوبيه تلاقيت فيها بسجن النساء امبارح بكيت وتحلفت وتقسمت انه هي انه هي بريئه وموجوده ظلما بالحبس، هذا الموضوع انا اذا بدك عامل لي قلق. بتخيل لانه قديش قد على كل بتروح عند معالج نفساني توني؟ الو الو شو صار؟ الو الو نعم ايه عم تسمعني؟ عم تقول انه عامل لك قلق، هل إيه هل الاشخاص يلي بيعملوا برامج اجتماعيه وبعيشوا المصايب وبترافقهم اغتصاب وقتل وسرقه وشحار وتعتير وفقر، هل انت من الاشخاص اللي بيروح عند معالجين نفسيين؟ عم بيقطش شوي رشال، ما عم بفهم مزبوط. ايه عم بقول توني انتو كشخص لك 29 سنه بالمهنه وتحديدا بالقصص السوشيال الاجتماعيه وكل المصايب والالام والاغتصاب وقتل وسرقه والى ما هنالك، هل بتروح لعند معالج نفسي لحتى اللي تقدر تطلع من هالجو اللي بتعيشه كل الوقت ولا لا؟ لا لا يعني اذا بدك صار عندي نوع من المناعة حول هيدي المواضيع، بس انا بمسط لما اقدر ساعد، يعني انا لما ساعد بقضية معينة واوصل لنتيجة فيها بكون عندي متعة غريبة جدا، خصوصا أكيد. اذا بس قدرت وقت تكون ما تركاش زعل وفقر وتلاقي حالك ما ليكي ولا انا ما كنت بأثر اسال، على نفسيتك انا زي ما كنت اسال برجعهم هيدا بتقول هن السؤال، بدهم فريقك بده معالج نفسي مش انت. انا كنت اسال هيدا السؤال لبعض الاطباء والممرضات، انت بتعرفي انا عشت فتره طويله ضمن المستشفيات لانه عشت ببيت حالات مرضيه متتاليه، كنت دائما اسال انه للمرضى او الحكيمه وخصوصا اللي بيكونوا مع الاطفال المصابين بالكانسر او كنت اسالهم طيب انتم كيف بتروحوا على البيت؟ طب انت قاعده كل النهار معك مريض كانسر عم بيتعذب عم بينازع بين الحياة والموت وعم بيتوجع، قاعدة معه يوم واثنين وثلاثة وبتتعلقي فيه بعد فترة بعدين بتخسريه، طيب شو قالوا لك؟ انت بالبيت شو شو بيصير فيك؟ قالت لي بالنسبة لنا على العادة انه لا شك انه الحس الانساني موجود، بس على العادة يعني مع الوقت بتصير لما تظهر من باب المستشفى بتترك كل همومها داخل المستشفى، انا هيك بيصير فيي، انا لما اظهر ايه بس انا المشكلة انه بيلحقوكي بيلحقوكي على تليفونك بيلحقوكي
بس انا طيب صرت افصل. أكثر قصة أثرت فيك توني؟ عندي شغلتين اثروا فيي. عندي قصة الولد التدخيتي اللي انعرض من شي سنتين. هيدا الولد اللي عمره 22 سنة، شاب هو صح بس بحجم ولد صغير، مظبوط زاربينه وكانوا اهله على التدخيتي. هيدا حسيت ما في خبرك السعادة اللي حسيت فيها لما قدرنا ساعدناه. وقصة وقتها زهراء تانية اللي خردونة انا لعمته إذا ما قريب نسيت هيدا عليه. زهراء، ايه زهراء هي جيمس بوند توني خليفي طيب طيب اللي انا بفتخر فيها كثير، ومثل كل طيب الباقيين طبعا. وعندي موضوع كمان عمل لي احساس غريب بداخلي، ولما اشوفه لهالصبي لغايه اليوم بحس بشعور غريب تجاهه، يعني بتلاقيني شفت ابني. هو هيدا الشاب اللي زرعنا له قلب، ولد كان عمره 13 14 سنه، كان بده ما زراعه شاء قلب، الله رحنا امنا له وقتها مساعده وزرعنا له قلب باسبانيا. فلما اشوفه رسال كانه قلبي اللي فيه، كانه قلبي. أكثر عندي احساس انه هيدا قلبي اللي موجود فيه. مش معقول هيدا الشعور، مش معقول. يعني بتخيل هو شغلتين. توني خليفة أكثر مرة بكيف فيها بعد الهوا. سمعتني؟ ما بتذكر اني باكي. ايه عم بقول لك ما عن بتذكر جد؟ اني باكي بعد الهوى. ايه ما بتذكر، ممكن على الهوى شي مرة بس بعد الهوى ما بتذكر. طيب أكثر مرة تهددت فيها طالما في ملفات أحيانا بتفتحوها و ابدا ولا مرة، ولا مرة. ورح تتفاجئي، انا فتحت ملفات كارثية. المرة الوحيدة اللي حدا قال لي ما كان تهديد، حدا قال لي ما تقرب على هيدا الملف لأنه هيدا الملف في قطش روس ما بيمزحوا، وكملته للآخر. هو ملف الدواء، بس ما قال لي نقطش هودي راسك. الجماعة التجار تبع الأدوية بلبنان ما بيرحموا، يعني حقك رصاصة. طلع من الملف ما بقى، ضليت مكمل بالملف لنهايته، ورجعنا وطينا سعر الدواء بلبنان الحمد لله، يعني كان انجاز. بس هيدي المره الوحيده اللي حدا بيقول لي انه طلع من هيدا الملف، لانه هيدا الملف هي ولا مرة تهددت بشكل ابدا ابدا. مع اني انا بحكي بالسياسه، والغريب من هيدا كله، والغريب عن هيدا كله انه كل الافرقاء السياسيين بلبنان بيحترموني كلهم، يعني لأنك بيعتبروكي مفصل حالك عن الـ عن الـ ايه بيعتبروا انه انت عم بتقومي مهنيتك. هلا جمهورهم طبعا بتعرفي انه الجمهور بينفعل وبيتعاطف حسب انفعالاته، بس انا عم بحكي على مستوى القيادات لا تهديد كل. مظبوط، مش تهديد انه انا اذا بشوفك بدي كذا، لا تهديد مظبوط. طيب لا لا توني، ما اكثر ولا مره مرة، ولا حدا مرة. حاول، اكثر مره حدا حاول رشوتك؟ عفوا حاول. رشوتك اها لا، كلمه هيدي بيعرفوا انه الموضوع ميت قبل ما يولد، بس ولا مره لانه حدا جرب او كان شي ابدا مخرق. ابدا مرة واحدة بس حدا بعد حلقة انا عاملها، وعاملها كنت عن قناعتي، عملها عن قناعتي، قال لي بدنا نعزمك على غدا وبدنا نتعرف عليك شخصيا. سوري، جيت على الغدا نحن وفلين، بيفتح صندوق السيارة معه شنطة بالسيارة انه جرب يشيلها من سيارته ويحط لي اياها بسيارتي. وهون كانت الكارثة. انا كان رشال فيها مصاري ولا بتصور انا هو رشال، هو مكسيك؟ قال لي وقتها عن زميل تاني لإلي، قال لي خيي ما زميلك اخذ هالقد. قلت له انا شو لي علاقة بزميلي، وزميلي انتو طلبتوا منه يعمل الموضوع. اذا كان خبريتك مظبوطة، انا شخصيا انا عملت الموضوع من تلقاء نفسي، لاني انا كنت مقتنع انه هذا الموضوع في ظلم لإلكم. غير هيك باي باي الله معكم. انا لحد هلا علنا بقولها، بطلع على التلفزيون بقول اذا حدا هديني كرافات، اذا حدا هديني اياها
يطلع يقول انا هديت توني خليفي كرافات مقابل شيء. انا بسافر على الميدل ايست لانه مره قالوا لي، لاني دفعت عن محمد الحوت انه شو انا بسافر على الميدل ايست، اذا محمد الحوت قادر يعمل لي ابجريد شي مره بتحداه، بتحداه مع انه انا بحق لي بالمايل تبعي اعملهم، بتحداه. ليه؟ لانه تما حدا يرفع تليفون نهار ويطلب مني احكي شيء او ما احكي شيء. لهالسبب انا طوني خليفه، ولهالسبب انا بعدني على الهوا لهلا من دون وسايط ومن دون علاقات ومن دون لوبيات ومن دون اخبار. انا موجود على الهوا لاني انا لغايه اليوم ما حدا بيتجرأ يطلب مني شيء. انا بعت وراي على كذا جهاز امني، قعدت انا وياهم وتسيرت انا وياهم وتعرفت وابدوا اعجابهم ولطفتهم وخبروني بالاخر انه كيف فينا نتعامل سوا، يعني اذا عندنا هيدا الملف كيف فينا نسوقه. كانت اخر مره بشوفهم، وفي جهاز كثير كبير بالبلد عمل علي بلوك، ما كان يبعث لي عنصر من عنده، عنصر عنصر فيطلع بالحلقه ما كان يبعث لي، لانه تعاملوا مع ناس ثانيين انا بعرفهم واحد واحد اللي بيتعاملوا مع الاجهزه وقد ايه بياخذ على شو. بس انا مش هون، انا مش هون، ضميري ضميري غالي جدا. انا بغلط. حقيقتك شو عم تقول؟ نعم. جو مألوف توني ولا لانه الجهاز؟ لا بالعكس، جو يا ريت يا ريت الكل مثل جو. والامن الدولي رشال، ما بيطلع رشال حبيبتي، يا ريت الكل مثل جو، يا ريت الكل مثل جو. اذا بتعرفي شو في مصايب، يا ريت بتعرفي شو في مصايب. لا لا لا، جو عمل علاقات، هو شخصية عمل علاقات شخصية، في ناس توظف توظف يعني بيقبض معاش ثابت مقابل واحد. انه في فرق بين علاقات وبين العلاقات شطاره، يعني اليوم انت كصحفيه من واجبك يكون عندك علاقات لتجيبي مصادرك ومصادر خاصه، بس انت تصيري موظفه عند سياسي او عند جهاز امني او عند مخبر او عند كذا بس لتفتري على ناس ولتشوهي سمعه ناس ولتفتحي ملفات ناس ولا تسربي معلومات عن الناس، لا هيدي بعتبرها انا جريمه. توني طالما حكيت قبل خلينا بس انهي بموضوع الاعلامي اليوم، في شيء مطروح خارج قناه الجديد ولا لا؟ لانك رحت على الام تي في وما حبيت، لانك كنت بالال بي سي يعني ما بتصور بقى فيك ترجع لو لا لا انتبه. بالال بي سي، بالال بي سي قعدت 17 سنه اكزاكتلي، بالال بي سي قعدت 17 سنه متواصله، مش سنة وسنتين يعني قعدت عمر. بس انا حسيت بالال بي سي اني انا عندي هاي الطاقة اللي حكيتك فيها وما بدهم يعطوكي مجال، يعني انا عندي طاقة بدي فجرها وما بدهم. عرضت عليهم برنامج النشر ما اخذوا. ليش بده يعطيك هذا المجال كتوني خليفة؟ لا لا، انا عرضت برنامج للنشر عليهم ما اخذوه، عملت بايلوت عندهم وما اخذوه. رحت عملته بالجديد، لما عملته بالجديد رجعوا بعثوا وراي تاني سنة ودفعوا لي اكثر ما بيدفعوا لي الجديد لارجع، ما رجعت. الام تي في، الام تي في كانت تجربه حلوه كثير، كانت سنه حلوه كثير اشتغلتها بالام تي في، عملنا فيها شغل كثير حلو، بس ما قدرنا نكمل، ما بعرف شو صار عن جد ما بعرف، يعني يمكن شركه الانتاج وقتها. لا لا، كمان صار شيء مع شركه الانتاج، يعني صار في نقل كلام مغلوط، يعني نقلوا لي لإلي كلام غلط ونقلوا لهم لإلهم كلام غلط للام تي في. انا والام تي في على علاقه جيده جدا على فكره، يعني انا ميشيل المر صديق وعلى تواصل انا وياه يعني، بس بحب الخياط، بحب تحسين الخياط تحديدا، بحب هيدا الانسان اللي فتح لي بواب كثير كبيره، ولا مرة سأل على شيء ولا مرة طلبت منه شيء وقال لا. ومن محبة أستاذ تحسين انتقلت المحبة لكرمة ولا بشرة ولا كريم، مع أني أنا الأقرب إلى كرمة لأني الباقيين علاقتي فيهم جيدة جدا، بس ما في تواصل يعني، أكثر شيء كرمة. وكرمة من الناس اللي بطل جديد على تلفزيون لبناني آخر محلي عم بحكي
ما إلها علاقة، هي ما إلها علاقة، يعني دايما العرض والطلب ما إله علاقة، يعني الواحد بيشوف. لا بس انت ما وصلت توني لمرحلة بالكارير تبع، بتسمعني؟ لا توني كرر توني قطعت الكهرباء بقولكم عنده ايه ممكن من كندا، الارجح راح هذا. في حدا كان سامع لنا من كندا رأيه في عمر أديب؟ توني حول اي توني بالك عليه شوي بيرجع. ارجع مراد عن كهرباء، انا ما بعرف ليش ما رحت عندنا الساعه 12، يا الله معقول؟ بس هيك على ساعه على سبيل النكته، نحن احيانا بنكون عم نصور تقارير فبندق للشخص ما انا معه مقابله، فبقلنا اذا بتجرى قبل الساعه 2 لانه قبل ما تكون مقطوعه كهرباء انا على الطابق السادس. عايز اتخيل انه هذا العامل هو ايضا بيلعب دور بشغلنا اليومي بتصويرنا للتحقيقات. الحمد لله اكثر نزع على الارض ليتلي، بس انه توني بصراحه جديد محضوره اكثر، مدعومين انتو يمكن. هيك شو في ايضا تعليقات، استاذ توني زرعت فينا اشياء جميله تشبهكم. الله يحمد جو كمان اكيد، ليش ما بتحكي عن مافيا احتكار ادويه مش اسعارها؟ حكيو بتذكر مظبوط هذا الملف كيف انفتح. على قصة المصاري اللي كنت أخذتهم وساعدت فيهم حدا، هيك نشوف إذا صار أستمع. لا بتصور على كل، خليني أوضح إنه جمعة الجاي الحلقة اللي حتكون يا مع البركو ستانيون يلي أكد كمان حضوره يلي نقدر نتعرف عليه، وتحديدا هو شخصية ما بتعمل مقابلات، يعني اتليست انا ما حضرت له او شفت له ولا اي مقابله، لنشوف مقدم برنامج 20 30 بالال بي سي. سوري بولا اوبيان كان ضيف جمعه الماضي وتاجلت لانه كان عندنا تغطيه على الارض نهار خميس الاحداث اللي صارت، اكيد حنرجع نستضيفه ولكن اخرها شوي لانه طلعت مع الزميله كارين سليمه نهار الاحد على الانستغرام. فاذا في اي اقتراحات لاسماء كمان بتحبوا انه تكون موجوده ما عندي مشكله تبعتوا لي اياها. سامي فتفت كمان حيكون ضيفنا اكدنا، ولكن صارت قصه بس مساله وقت توقيت بالاحرى، بيعني له اسماء معينه انا جاهزه لها كمان. حتى اشوف اذا توني صار على السماء. في هون كمان عندي الاسماء. توني فرنجي صراحة صار في طرف تواصل، ما بتصور انه في اي، بتصور يعني حتزبط مع توني فرنجي، بس بدي احكي صراحة بشكل يعني خلص نقدر نثبت الموضوع. شكرا مرتجى كمان الممثلة السورية حتكون كمان ضيفة اكدنا، ولكن تبقى دايما قصة مسألة الوقت. السيد حسن اكدنا الموضوع بس انا مش عارفه امتى بالضبط تكون انه بليز يعني هالسؤال. هشام حداد لازم هي ريما كركي كمان لازم، ايه من الاسماء صراحه المطروحين، ولكن لانه 2021 صار مره او مرتين بالاسبوع حسب يعني كيف بتكون الامور، فبتصير في تراكم لاسماء معينه. بولا اوبيان ما قلت كانت حتكون ضيفه الجمعه الماضيه ولكن أجلناهم. توني صار معي على السمع يلي طلبته. سالم سهران كمان حكيت أنا وياه بالمبدأ كمان، إيه تصور لازم نرجع مرتين ل 2021. توني كان لازم تقولي لي بدك تضلي بعد 12، ما كنا حطيناها على اليو بي اس، ما كنا حطيناها على اليو بي اس. بتذكرك انت ما انقطعت عندك الكهرباء؟ ايه غريب. لا بعد هي نحن حد السفارة الأمريكية ما بتقطع بسهولة. نيالك توني سؤال،
هو عم تقول قبل انه انتوا امراض بالبيت وما امراض بالبيت، اليوم خيك جوزيف هو بضل حدك، بتضلك انت وياه، وهيدا يعني نوع من، ما بدي اقول من رادع، ولكن بس يكون الاخوه عم يشتغلوا مع بعض وغير ما يكون في حدا غير الخي. وعم بتقول انك قضيتها بالمستشفى، قديش اليوم وضعك العائلي توني، وتحديدا والدتك المريضه اللي كانت مريضه جدا، وانت قضيت كنت النيرس تبعولها بالبيت بالمستشفى سوري، قد هذا الموضوع غيرك؟ قد هذا الموضوع اثر فيك؟ جعلك انسان اخر؟ ليكي انا وعيت على هالموضوع، مش اني كنت وغيرني هالموضوع، انا من اول ما خلقت كان عندي هيدا الموضوع، لانه هي الوالده الله يرحمها بلشت مشاكلها من لحظه اللي انا خلقت. يعني انا ما بوعى عليها الا مريضه، فمشان هيك يمكن انا عندي شخصيه شوي فراجيل. يعني انا بتشوفيني على التلفزيون انسان حاد وواحد، بس انا بالحقيقه حدا اول شيء كثير عاطفي، كثير طيب، لدرجه انه عندي كل معظم مشاكلي لاني انا اول ما حدا يحكي معي بيعرف كل اخباري. يعني انا يعني امبارح مثلا بعطيكي مثل، زميلنا حسان الرفاعي انا ما بعرفه، تلفن لي كان بده شغله صغيره، قعدته ساعه وعشر دقائق على التليفون خبرته فيها قصه حياتي، مع مين قلقان، مع مين بحب، مين ما بحب، مشاكل. انه انا حدا اللي على قلبي. بس ليش عم تقول انه امك خلقت انت وامك مريضه؟ ايه انت شو كان دورك؟ صار يعني عندها هل فشل انت، كلوي. انا بعرف انه ايه كانت انا سامة ربيت وانت على النيرس لإلها. صحيح. هي لما انا كبرت شوي توفى الوالد، في نحن بالبيت، اضطر يسافر على فرنسا، عاش 20 سنه هونيك، بيت انا وحدي، كنت انا وياها، انا عامل لها وجب، كان معها اختها كمان اجت لتساعدها، اختها عزبي، انا امي عندها اصول برازيليه على فكره، اجت اختها لتساعدها، سخنت اختها كمان، صرت هي واختها انا ايه بكل سرور. انا بقول لهم يعني اذا الله موفقني بهالحياه وبهالدنيا بمكان ما، هو نتيجة دعواتها ودعواتهم. يعني بس هوني، بس الولد او بس الشاب يفقد بيه على بكير، شو بصير؟ خيه هو البي، بصير هو البي والام، وتحديدا ام لا مريضة. لا ليكي، ما كان بكير كثير، يعني انا كنت هسيت، يعني كنت صرت اقدر اتدبر اموري، بس لا شك انه البي لما تفقديه بتكوني فقدتي سند كثير كبير بالبيت، خصوصا لما ما يكون في ام بالبيت. يعني النتيجه صار عندك لا ام ولا بي، مشكله كبيره، وهذا اللي بخليني دائما اعيش مع اولادي هذا الهيجي. هذا اللي خليك يعني تعيش كمان مع خيك؟ انا ومرتي على خلاف بهذا الموضوع، انه انت بتعطي كل شيء للاولاد، خي ما لازم، انا دائما بعطيهم كل شيء، لانه بضلي عاشي بخوف انه لقوم يعوزوا شيء وما تكوني موجوده. يعني بصير باللاوعي تبعك. والخي الخي لانه ما حسب عشت ما انا بعرف وخي انه بس اخوه. راح على فرنسا نوع من ملامه صارت بمحل معين او من زعل انه صرت لا لا، انت الكل لاني بالكل انا ما بالبيت. عشت اخوه، يعني عفوا رشال، انا الفتره اللي لازم اعيشها كخي، انا الفتره اللي لازم كعيشها كخي انا وخيي ما عشناها، لانه هو بهال 20 سنه كانت هي هاي الفتره اللي بيعيشوا فيها الاخوه مع بعضهم. انا خيي اكبر مني بست سنين، وسافر قعد 20 سنه برا. بهذا العمر اللي الانسان بيعيش فيه خيه وخيه، يعني فتره المراهقه لا يوصل للشباب، ما كنت انا وياه، انا هلا على كبر رجع هو على لبنان وانضم لإلي بشغلي، واذا بدك عم بنعيشها هلا هيدي المرحله. ليش هالقد تلبكت على الموضوع العائلة وعم بتحرك بايديك؟ وعادة بدي لا اوقفك عن انا الحديث، هلا صرت لاني قاعد واطي، حاسس حالي بالقعده واطي، وخايف تنقطع الكهرباء باي لحظه.
لا، وعادة بسألك سؤال يعني بدي أتشتر على سؤال تاني. هلا صرت كتير هيك ريزيرفي بوقت انه العالم لازم تفهم بمحل معين انه الاشخاص اللي بيطلعوا على التلفزيون والمشهورين بجزء كتير كبير منه بيكون في عندهم نوع من ما بدي اقول مأساة، بس خلينا نقول صعوبات عشوها لا لا، ببيتهم انا دايما بقول بظروفهم. لهم، انا دايما بقول لهم، بقول لهم لو بتفوتوا معنا ورا بيوتنا ورا باب بيوتنا ما بتلومونا، لانه العالم بيحسدوكي على سيارتك، بيحسدوكي على بدلتك، بيحسدوكي على التلفزيون طلتك، بصيروا انه يا انه هيدا عايش ما بعرف شو. لك لا يا خيي، انا انسان مثلي ومثلك، والفرق بيني وبينك انك انت قادر بتاع تقول اخ التلفزيون انا مش قادر اقولها، انت قادر تقول اخ انا مش قادر اقولها، لانه اذا قلت ما بتصدقني، اذا قلت ما بتصدقني، يعني بتصير وجعك وجعين، وجعك وجعين للاسف. بس لهالسبب انا دائما بجرب ما فوت حياتي العائليه بحياتي المهنيه، لانه الناس ما بترحم، الناس ما بترحم. انا عم بشوف هلا على السوشيال ميديا بس في لي فتره، حدا من سوري عم بقول لك هلا كنت من فتره عم شوف على السوشيال ميديا، يعني خلصوا من الاهل بلشوا بالولاد، يعني بيتنمروا على اولادهم، بيتنمروا خيطهم، انه خلص ما بقى في، ما بقى في جنس من الانسانيه، ما بقى في جنس من من الاخلاق عند العالم. صار هالانسان معه هالتليفون بايده قادر يعبر فيه عن كل حقده، بينسى انه ملايين من الناس عم بتشوفه. بالزمان، بدك تحترمه. بالزمان في شغله، بالزمان في شغله جدي كان يقول، كان في قبضايات بالضيع، كان ينزل قبضاي يسكر الضيعة، يوقف بنص الضيعة يسكر الضيعة بالعصا، ما حدا يسترجي واحد. لما طلع الفرد صار ولد صغير يركع أكبر قبضاي، ما بقى في قبضايات لما صار في سلاح. اليوم لما صار في سوشيال ميديا ما بقى في، ما بقى في ناس، ما بقى في مفكرين، ما بقى في نقاد، صار كل انسان قدامه تويتر، قدامه فيسبوك، صح، قدامه انستغرام، بيكتب اللي بده اياه عن اللي بده اياه، يحو بيكتب عن رئيس الجمهوريه اللي بده اياه، بيكتب عنك اللي بده اياه، بيكتب عني اللي بده اياه، بيكتب قطعه الكهرباء عندك تصور. بس أنا أخذ احتياطاتي. شفتي الدنيا دوار. توني، حدا من أولادك بتحسه قريب للإعلام أو بحب يروح على هذا المجال؟ لا لا، اصلا بعضهم صغار، يعني ما كتير. عندي، عندي بنتي شوي عندها، بكتشف مواهبها على التيك توك، بتفاجئني اوقات انه انا بقول اوف كيف فيها تعمل هول الشغلات بنتي. ابني رياضة اكثر، مهووس فوتبول واشياء من هالنوع، بس البنت بتفاجئني اوقات انه طب كيف عملتيهم بشو؟ هوك، انه بتركب اشياء بالتيك توك. ايه عرفت، بس تيك توك انه بيغنوا او بيمثلوا او بيرقصوا حسب ما بعرف. لا ما بتمثل وبتغني وبترقص إيه، اذا سألتك اذا في عندها وبتمنتج. نفس اعلامي توني، ما سألتك اذا عندها نفس فني. ما هيدا، ما هيدا كله بيلحق بعضه. اوكي، لا انا فكرت ما مثلا اليوم مين صاروا، ما اليوم مين صاروا عم يشتغلوا بالإعلام؟ ايوه ايوه والله تشاخر شي. لا بتصور بعد فيه يعني كم حدا مش فنان ومش إلى حد مؤثرين، ما، إلى حد ما. وبعد فيه كم حدا منهم. توني، شو عن عندك احلام على صعيد شخصي؟ هلا أنا إذا بدك حياتي كلها صارت عيلتي. يعني ما احلامي، اذا بدك حققت كل شيء بحياتي على المستوى المهني، على المستوى الشخصي الحمد لله، الله الله ما قصر معي ابدا. هلا صار اهتمامي اولادي، الله يعطيهم الصحه اهم شيء، ويبعد عنهم اولاد الحرام، ويبعد عنا ويبعد عنا الضربات، وبهمني اني احطهم على الطريق الصحيح قد ايه بنقدر نامن لهم. سؤال اخير. ما سمعت. اذا لانه عرفت بشكل او باخر انه قبل ما تتزوج، يعني عم نحكي سابقا، كانت مساله الاختلاف الديني هي مساله منعتك من الزواج. اليوم
ايه كان في تجربة، كان في تجربة يعني، كان في علاقة انا وصبية هي قبل ما تعرفت على مدامتي بالفترة اللي قبل، كان في علاقة مع شخصية معروفة يعني، معروفة من الطائفة الإسلامية، وكنا رح نوصل للزواج. صار هيك بعشاء صارت شغلة، أنا انصدمت وهي انصدمت، بس إذا بدك وعدتنا على حقيقة مرة وبشعة، اللي هي تجنبناها، وصار في إذا بدك بس شو صار؟ فينا قرار بدنا مجتمع. نعرف يعني شو الشيء، لأنه صار كنا بسهرة بقرب أحد الكهنة واللي هو معروف كثير كمان، صار اليوم بقرب بحط إيده على كتافي بيقول لي شو خبرونا خبرية حلوة. قلت له شو هي؟ قالوا لي بدك تحط حقلك براسك وتتجوز. قلت له ايه الحمد لله يعني اخذنا القرار. قال لي بس خبروني خبريه بشعه كمان. قلت له شو هي؟ قال لي انها من الاخوان، وهي قاعده وحاطت ايده على كتفها، حاطت ايده على كتفها يعني عم بيوصل لها الرساله مباشره. هي ما عملت ولا اي رده فعل، لانه هي كمان علمانيه وحدا ما كثير يعني بيعني لنا، كان موضوع مسيحي مسلم واديان واشياء من النوع. بس لما فلينا نحن وفلين، قالت لي بتعرف انه قد ايه رح نواجه كل يوم هيك شيء؟ قالت لي انا ستي محجبه وما بتسلم، ويعني بكره يعني انت رح تواجه هالشيء عندي ببيتي، وانا رح واجه هالشيء يعني تطليعه بيك وامك فيي رح تكون مغيره، تطليعه مجتمعك فيي مغيره. حكينا منطق يعني، ولنتفادى انه ندمر هالصداقه الحلوه اللي كانت بين بعضنا، اتفقنا انه خلينا اصحاب ونخلي الارتباط، لانه كرمال الاولاد انا برايي عملناها. وماني ندمان اليوم، ماني ندمان، لانه اول شيء تعرفت على مرتي يعني، هيدي بحد ايوه ذاتها توني. يعني، لانه غسال عم تحضرنا فوق. ايه فهمانه فهمانه عليك معنا بينات وتطولت بالحديث. انا لا كثير اوبن مايندد رانيا، انا ما يعني قاعدة قاعدة انا مراقبة، ستيت سؤال قاعدة طلبتها مراقبة. الاسلام مسيحيه ما ايه لا قاعدة مراقبة. بس لا لا اليوم عن اذا جد هلا ابنك اجى قال لك بابا انا بدي اتجوز شيلي فاطمه المزح. او بدي ايه اتجوز عائشه، ليه لا انت خبرك شغله، انا سئلت هيدا السؤال بمصر اوكي واستهزئوه، وعمل لي مشكلة ورفعت دعوة ترجعوا نزلوها مثل منا، استهزئوه بهدف الإساءة وقتها وما فهمت ليه. سألتني المذيعة بتقول لي إذا ابنك قرر يعمل مسلم ليتزوج مسلمة بتقبل؟ قلت لها أكيد لا، وكملت. هني قطشوا من عند لا وما كملوا. أتشو وبتعرفي أنت قامت القيامة يعني. أنا قلت لها أكيد لا، أكيد لأني ما بقبل ابني يستعمل الدين مطية لرغباته. يعني إذا ابني بده يعمل مسلم بس لا يتجوز، لا ما بسمح له. ولكن اذا قرر يمكن يعمل مسلم لانه اقتنع بالدين الاسلامي هو وحب يعمل مسلم حر يصفد، ما الي معه. ولكن ان يستعمل الدين لا يطلق او لا يتجوز اكيد برفض هذا القرار. انا ما بس بتدخل بدي فيه، اسالك سؤال، انا ليش ما طريقتها نتخبى انا. ورا، ليش ما نتخبى ورا توني، ليش ما نتخبى ورا اصبعنا؟ انت باول حديث ذكرت انه نحن الحل بلبنان هو الفيدرالية، وما بقى نكذب على بعضنا ونحن للي مش قابل، نحن ملحقين. للي مش قابل يعيش ايه معي، للي هو مش قابل يعيش معي ولا انا قابل يعيش معه. ايه بس انا اليوم اذا عن جد ابني ابنك يعيش اذا معي، اجى قال لك بابا انا اقتنعت بالدين الاسلامي بدي اشهر اسلامي، عن جد توني خليفة اذا بتقول له يا اقتنع، حبيبي هيدي راحتك؟ اذا اقتنع عن قناعة اكيد. ايه انه ما حد اكيد جرب يا ايه، بابا انه لا شو هالحديث، ولو نحن لا ما اذا اقتنع، لانه الدين قناعة، الدين قناعة. أنا مسيحي لأني خلقت ببيت مسيحي، غيري مسلم لأنه خلق ببيت مسلم، شو بدي بالتطرف والأصولية واللي بخبرك أخبار؟ أنا عم بحكيكي منطق، أنا اليوم مسيحي واسمي توني لأني خلقت ببيت مسيحي، لو أنا خلقت ببيت مسلم كان اسمي اليوم محمد أو علي، وأنا اليوم على دين الإسلام. صحيح، أنا بس ما اليوم شو ردنا الدين على سؤالي؟ يعني إذا جاوب ابنك إجا قال لك تجوز فاطمة أو عائشة، شو بتقول له؟ أنت عشت بمين هذه اقتنعت التجربة؟ اكثر؟ لا بمين أنت عشت اقتنعت هذه اكثر؟ التجربة بفاطمه او ورفضت إنك بعائشه؟ تفوت والله فيها. يوفقك. نعم؟ أنت عشت هذه التجربة ورفضت إنك تفوت فيها وكنت واقعي
قلت انه هي اليوم حتساعدنا عشان مجتمعنا، اولادنا. اليوم مجتمعنا غير المجتمع الاول اللي قبل. اليوم بتصور نحن متجهين باتجاه مجتمع مدني اكثر بكثير من وقت ايامنا. وانا ما عندي مشكله، انا ما عندي مشكله، كل انسان على ايمانه، وكل انسان هو وين بيشوف حاله يعني قريب من الله اكثر. انا علي حطه على ديني، انا علي علمه ديني، انا علي علمه اسس ديني. اذا اقتنع فيها كان به، ولكن اذا اقتنع بكره يمكن يقتنع بالبوذي، يمكن يقتنع ما بعرف باي ديانه، هو بيقتنع بكره لما يصير بعمر معين الله عطينا هيدا الدماغ فنحن نقتنع فيه. اخر سؤال، طالما عم نحكي عن الدين، اليوم المراجع الدينيه توني بتحط خطوط حمر، بدك تحكي عن فؤاد السنيوره خط احمر من المفتي، بدك تحكي عن رياض سلامه خط احمر من البطريرك، و و و لانه نحن نظام طائفي. يعني انت مبرر بالنسبه لك ومفهوم، وايه لازم تصير بهالطريقه اذا لا اكيد الاسلام لا بده يحط خط احمر او المسيحي بده يحط خط اكيد لا احمر، التأمين اكيد لازم لا. يحط. بس انا وين النقطه اللي بحكي فيها؟ انا مع نظريه كلهم يعني كله، يعني ما في ما اطلب من البطرك ما يحط، ايه ما في اطلب من البطرك ما يحط خط احمر على مسيحي بوقت انه عندك السني والشيعي والدرزي حاطين خطوط حمر على زعمائهم. يعني يا الكل بيشيلوا الخطوط الحمر يا الكل بدهم يحطوا الخطوط الحمر. مش لاني وبالواقع انا اقوى، مش لاني انا اقوى بحق لي افرض خطوط حمر على جامعتي، لانك انت اضعف بدي انا مسح الارض بجامعتك. لا، يا بيكون ممنوع خط احمر على ولا حدا، يا خط احمر على كل الناس. وبالواقع نحن على اي وحده رايحين؟ بالواقع نحن مدعوس علينا هذا الواقع. يعني مين نحن؟ نحن المواطنين العاديين الغير متزلمين، الغير متزلمين والمتزلمين كمان مدعوس عليهم. ما حدا طالع، ما احنا ايه؟ في حدا اي بيقول لك والخطوط السوداء، حدا بيقول لك والخطوط السوداء. الخطوط السوداء والخطوط الخضراء والخطوط الحمراء والخطوط الزيتي والخطوط الأورانج أورانج. والخطوط الصفراء، كل الخطوط. سؤال، طرح شي مرة اسمك للوزارة؟ حكيوك بهالموضوع؟ لا والله، مين بده يطرح اسمي؟ مين بده أنا يطرحه أصلاً؟ مين؟ ولو في كتير إعلاميين انطرحت اسمائهم مين؟ وعرضت عليهم. مين طرحها؟ في ناس هني طرحوا اسمائهم، كبوا اسمائهم بالاعلام، بس في ناس مين؟ بده يطرح اسمك، يا حزب، يا تيار، مثلا يا انت فريق فاتت سياسي، رئيس انا مين بدي الجمهوريه، بس يطرح اجوا اسمي؟ رؤساء الجمهوريه منهم حزبيين او منهم عندهم قاعده شعبيه، بيطرحوا احو زياد بارود، مروان شربل، يعني بيجوا احيانا توافقيين بين شخص وشخص، بدهم وزير اعلام شاطر، بدهم وزير هيك. اصلا انا لا اؤمن بوزاره اعلام، يعني ما بعرف لا تركينا بعده. وليه لا؟ مش هنشو لان شو عم في تعمل قوانين وزاره لازم الاعلام اليوم؟ تسن، في هيئه تشريعيه، في هيئه رقابيه لازم لشو تكون، انه بكل الدول في هيئات كمان تضغط. هلا بلكي ما شو اسمها عملوا؟ وزاره اعلام، لك اسمها شو الهيئه عملوا؟ العليا. انت اعلاميه وانا اعلامي، لا ننتمي الى نقابه، لانه اذا بتفوتي بنقابه الصحافه اذا ما كنت مسيسة ما بيفوتوكي، وبنقابة المحررين كمان عشنا الأمرين ما بنقدر. طيب تيعملوا لنا نقابة لنا كمذيعين تلفزيون أو عاملين بقطاع التلفزيون كمقدمي برامج، مراسلين، مذيعين، لحد هلا مش قادرين يعملوها. طيب أنا لشو بدي وزارة إعلام؟ تتحمل. معظم الموظفين بوزارة الإعلام اليوم وبالوكالة الوطنية للإعلام مين هن؟ كلها تنفيعات ومحسوبيات. طيب وين؟ لشو الوزاره؟ وزيره الاعلام اليوم فيها تشيل موظف من وزاره الاعلام؟ بتحديها، انا بتحديها تقدر تشيل موظف واحد من وزاره الاعلام ما له عازي، موظف عم يقبض وما له عازي، تروح تشيله اذا فيها. شو هالحكي هذا؟ طيب اما شيل انت شي مره بملفات عم هلا قريبا بتربي الاعلاميين؟ مين هذا اللي عم بتربي الاعلاميين؟ ما فهمت. المفكر العظيم المخضرم العالمي
توني خليفة، ثانك يو سو ماتش لك على الحلقة، قلنا ساعتين. كنت حابة، أنا بعرفك السعيد الشخصي وبحترمك وأنت بتعرف هذا الشيء، بس كنت حابة كمان بعض المواضيع نقدر نناقش فيها علنا، أقدر أشوف هذا النبض يلي أنت موجود فيه، كمان العالم تقدر تسمعه وتشوفه. انا بتذكرك عرفتيني على الانستغرام، انا مع هذا الانستغرام هنا فتح في الحساب البروديوسر هنا كرم رابطك. بنت العم تخيلي انت ولا؟ معاناتي، تخيلي معاناتي انا، يعني انه اوكي اوكي خليني ساكت. خليك ساكت احسن، لانه بتصور بيت كرم هلا بقوم عليك لا ايه انت يعني. بتعرفي، وانا انت يعني بتعرفي، انت بتعرفي قد ايه لها فضل هنا بمسيرتي الحديثه، يعني قد ايه لها فضل كبير بهذا الموضوع. بس انا فعلا انا بس على تويتر وشويه فيسبوك، انستغرام والاشياء هودي يعني الجداد ما كثير بس انا اليوم. عن تجربه، عن تجربه بنصحك بالانستغرام، لانه تويتر صار فيري توكسيك، صار كثير صح كثير صار بلا اخلاق وعند ابو جنب، وكله بده يعطي رايه وبده على يسبك الانستا، لا ويبهدل. على على الانستا الانستا ما لا في لا، زيت، اخف لا وغير غير سيستم واروع، تتفرج على شيء حلو، على مناظر حلوه، على يعني اتس ديفرنت. واللايف على عن انستغرام جد كمان لذيذ، مع العلم انه يعني الانترنت دائما ما بتساعد وبتصير بشكل اسرع يعني المقابلات مما تكون على رواق. فتوني خليفه ثانك يو سو ماتش لإلك، موفق بكل شيء ثانك يو بدك لك، تعمله، عم تعمله ورح تعمله، والى اللقاء القريب اذا الله راد، ميرسي وصيفيه حبيبتي. مباركه. وانا بتشكرك، بتشكرك وبتمنى لك دائما. انت بالفعل كمان يعني، ما هي المشكله رشال، انا كان بدي اقول لك اياها من الاساس. انا بشوف ناس بتهاجمك وناس بتحبك، بس هودي الناس اللي بيهاجموك على بعض المواقف اللي طلعت عنك مؤخرا. طيب هول الناس نسيوا لما انت كنت عم بتخاطري بحياتك، وعم بتخاطري لما كنت عم تتبني لهم قضاياهم، وعم تتعرضي للضرب، وعم تتعرضي مش هول للموت، هني، وعم تتعرضي مش للخطر. لا ما بتصير انا هيك هيدا اللي الاسر. بيزعلني، لا يعني انا والامتى بيزعلني لما يبلشوا يصرخوا سوري توني، انتوا يا اعلام يا والامتى ماجور ما عم تنقلوا لنا مظاهراتنا. طيب يا خيي لما كنا عم ننقل ليل نهار 24 على 24، والفريق الاخر عم بيسبنا ويتهمنا انه قابضين من السفرات، ونحن اعلام سفرات عم بنسوق للثوره. طيب كيف صرنا هلا نحن؟ ما بقى تفهمي. لهالسبب، لهالسبب بصير الانسان لما يصير لا مع ستي بخير ولا مع جدي بخير، بصير يفتش على مصلحته بالنتيجه. انا بدي ضل اخدمك 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 اخدمك، نهار اللي بدي ارتاح 5 دقائق بدك تيجي تسبني وتشهر فيي، خلص بلاك وبلا شوفتك من الاساس. انا عم بعمل قناعتي. فانا طبعا بنزعج من هودي العالم اللي اليوم هن مسيطرين على السوشيال ميديا، مسيطرين الشتة مين صاروا هن اللي مسيطرين على السوشيال ميديا، مع وصار انه ما بقى صراحة ياثروا. يلي ادمنوا فاجرين توني، صايرين مين يلي بيفجر اكثر، مين يلي بيسب اكثر من زنار ونزول، لياخذ لايكات وياخذ ريتويتات من عالم تشبههم يعني من نفس طبعا الشيء، طبعا وبيعملوا اليوم ابطال بلشوا يبينوا، بتصير انتبه. هو البطل او هي البطله، بس انت في ناس، بتصور موجه وبتقطع بمحل معين في ناس وعلمنا كانوا عدم يسعوا الاشياء. للبهدله، في ناس انت بتعرفي عن مين عم بحكي، كانوا يشتروا البهدله شراي صح، شراي شراي، يعني بيعملوا تويت بس تطلع العالم تسبهم. طلع بالنتيجه كل هدفهم يجمعوا متابعين، لانه ايه بس طلع انه بدهم يستعملوا هالمنصات. بعد خلاص تركينا يا عمي، الله يستر على العالم ويستر علينا. ويستر عليك توني. ميرسي ميرسي لك، ثانك يو، يلا تصبح على الف خير ونشوفك قريبا حبيبتي، اذا الله راد. ميرسي ثانك يو، توني، باي ميرسي رشال، خلص، ميرسي يا باي قلبي، ثانك يو، باي باي، باي باي. هلا كيف بدي اطلع؟ خبريني قبل. خلص انا